لازم المرأة المبدعة تاخد فرصتها، ولازم المجتمع بشكل عام يساند ويرحب بقصيدة المرأة ورواية المرأة. وفي المستقبل لابد من وجود مسرح للمرأة وفيلم المرأة. هو ده حق المساواة بين الرجل والمرأة؟ المرأة ليها قضايا كتير جدا في المجتمع. المرأة أدرى بقضاياها ومن حقها تدافع عن نفسها بحرية. أنا ما اعترضتش بس حضرتك ما اديتنيش فرصة. خلاص يا مدام خلاص، أنا عرفت أنت عايزة إيه، خلي غيرك يتكلم لو سمحتي. أيوة بس المدام عندها حق، وفي نفس الوقت في رجالة كتير عبروا عن المرأة بمنتهى الذوق والاحترام. أنا ما شفتش غير وجهات نظر متعصبة بتعامل المرأة على إنها مخلوق من الدرجة التانية. بس في أمثلة حقيقية كتير. أظن هتقولي لي قاسم أمين. بلاش يا ستي قاسم أمين، إحسان عبد القدوس كان بيحب المرأة وبيحترمها. آه، وبركات وحسين كمال في السينما. مظبوط. الإبداع ما فيهوش راجل وست. الحمد لله إحنا خرجنا من زمان اتضربنا. روني بجمعية المرأة تساوي الرجل. ايه المرأة تساوي الرجل دي؟ الفيلم ده بتاع مديحة يسري ومحمد فوزي اللي هو الست ليه عشان والراجل ما عرفش عنده ايه. ده فيلم جميل قوي، انا كنت بحبه جدا. بس انت ايه اللي دخلك نادو عن المرأة؟ والله اول مرة، بس مين ما يهتمش بالمرأة. انا اسف اذا كنت عملت لك مشاكل معاهم ولا حاجة. لا انا ما اعرفهمش، انا بس عجبني العنوان فجيت. انا برضو اول مرة. إيه لا انا بحضر حاجات من دي كتير. انا عشان كده بقول شفتك قبل كده. انت بتحضري معرض فني تشكيلي؟ هو احنا ورانا غيرها؟ اصل ملك بتحب الرسم قوي، مامتها على فكره كانت بترسم. ايه ده المدام اسمها ملك؟ لا انا مش مدام، انا انسه واسمي ملك. انا اسف ما خدتش بالي والله. معلش. ملك راتب بنت عبد المجيد راتب رجل الاعمال معروف. اه طبعا عبد المجيد راتب ده اسم كبير ومعروف. ميرسي. ليلى عابد بقى صحفيه. اهلا وسهلا، غنيه عن التعريف طبعا. يا ترى خدت بالكم من اسمي جوه ولا عرفكم بنفسي؟ طبعا خدنا بالنا، محمود بيه الشاطر. اه بس اوعى تكون من عيله الشاطر. انت تعرفيهم؟ لا انا مالي ومالهم، هعرفهم ازاي يعني؟ مالهم يعني، هم تجار زي غيرهم. لا مش تجار زي غيرهم. ممكن تقول لي جابوا الفلوس دي كلها منين؟ وعندك فكره بتعاملاتهم في السوق شكلها ايه؟ اهلا انا محمود يا ابني. اهلا وسهلا. الحاج سعيد اخباره ايه؟ ما تعرفش عمل لنا ايه في موضوع الجمرك؟ ما اعرفش والله، انا ماليش دعوه بتعاملاته خالص. بساله انت اي خدمه؟ طب اسلم لنا عليه. لا عينيا. سوري باي. ممكن اعرف هربت ليه لما شفتيني؟ لا انا ما هربتش، هخاف من ايه عشان اهرب يعني؟ اه يبقى انا كان بيتهيألي بقى. اه طبعا كان متهيألي. ماشي، بس لو كنت محرجه من الكلام اللي انت قلتيه المره اللي فاتت احب اطمنك، مفيش داعي للاحراج ده. بصراحه انا غلطت يعني، وانت كمان ما قلتليش. وده كان هيغير رايك؟ حقيقة لا، بس برضو انت كان لازم تقولي عشان ما غلطش الغلط ده. اه الكلام ده لو انت كنت تعرفيني. ايوه ليه سبتني اخرف ده كله؟ سبتك تخرفي عشان كنت عايز اعرف رايك بصراحه. ليه؟ اقول لك ما تتخضيش. لا مش هتخض. لانك عجبتيني. لا ده انت جريء قوي. مش اجرأ منك خالص. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل نتكلم في الشارع كده كتير؟ امال عايز ايه؟ نخرج. نخرج كده خبط لزق نخرج؟ او فيها ايه يعني؟ لا انت قاصر ولا تكونيش خايفه مني. تاني خايفه منك؟ انا ما بخافش من حد، انا قلت لك كده. خلاص ما فيهاش حاجه لو خدنا فنجان قهوه مع بعض. بمناسبه ايه؟ بمناسبة ان انا معجب بيكي، بمناسبة ان انت غلطت فيا ولازم تعتذري لي ومش هيكفيني اقل من ساعة. لا انت مزودها بجد. لا ما تخافيش، مش هقعد بقى اسبل لك واقول لك انا بحبك والجو ده، مش هيحصل. ده انت جريء بجد. تعرفي ان انا اول مرة اشوف ست في جمالك وبتفكر بشكل مختلف؟ الكلام ده بقى عرفته من كلمتين انا قلتهم في الندوة؟ لا طبعا، انما يعني ست بنت عيله زيك وجميله وتقعد للسن ده من غير جواز، يبقى مفيش غير احتمال من اتنين. ايه هم؟ ما هو يا اما بقى مريضه نفسيا. وبعدين بقى؟ يا اما برضه مريضه نفسيا. طب خلاص، يا اما بتفكر بشكل مختلف. وانت مالي مريض نفسيا زي كده؟ ومين قالك ان انا ما اتجوزتش؟ اتجوزت؟ اه وطلقت والحمد لله مفيش ولاد. طب ما اتجوزتش تاني ليه؟ يعني الجواز لمجرد الجواز هيبقى شيء سخيف قوي، وخصوصا لو كان ده كمان رأي الطرف التاني. طب انا عندي سؤال بايخ. عارف واتسألته قبل كده، انما يعني انت شايفة ان احنا ينفع نتكلم في مسائل الانفتاح في ليلة زي دي؟ اه يا فعلا حاجة تحير شوية. بص يا ملك، التعميم في اي حاجة غلط. يعني انت مثلا والدك راجل مشهور بالنزاهة واحترام اخلاقيات المهنة، لكن ممكن يطلع لك اخ يعني. اه طبعا طبعا عندك حق. نرجع بقى لموضوعنا،
موضوع ايه؟ الله الاعجاب، انت وعدتيني ان انت تقعدي معايا ساعه كامله والساعه لسه ما خلصتش. عايز اقول لك ان المكان هنا حلو قوي. اه فعلا، وعارفه مختلف، وبعدين في ريحه التاريخ ودي صعبه تلاقيها في اي حته. مظبوط، معاك حق. اهلا اهلا، ايه النور ده كله؟ ازيك يا ملك؟ ازيك يا بنتي؟ ازيك وحشاني. ازيك يا عم مغربي، وحشتنا. انت كمان قوي. اهلا اهلا، فينك وفين ايامك الحلوه؟ أهو. ايه ده، ما بتجيش ليه؟ مشاغل الدنيا بقى يا عم مغربي. هي الدنيا كلها مشاغل صحيح، بس مشروبك هو ولا اتغير؟ هو ما اتغيرش. عينيا الاثنين. الا قوليلي، بتشوفي حد من الجماعه؟ لا والله ما بشوفهمش بقالي فترة. وانت؟ والله بيجوا قليل قوي يعني. والباشا اللي منورنا نفس المشروب؟ اه عينيا الاثنين. اهلا اهلا. ايه الجو ده؟ مالك كده من غير تكليف؟ ده مربينا. وانا اللي كنت جاي افرجك على اللي عمرك ما شفتيه، تطلعي كده؟ ليه يا ابني؟ انا جايه من المريخ. لا يعني، بس مالك بنت الحسب والنسب اللي تقدر تروح اي مكان في اي وقت تيجي تقعد هنا؟ انت ما تعرفنيش كويس. ايوه بس مش كده. انت عارف لو لينا نصيب وجينا هنا تاني همشيك في حتت عمرك في حياتك ما شفتها. ايه ده؟ ده انا كنت فاكر ان الحرب هتقوم. انت ما انبسطتش ولا ايه؟ لا انبسطت وكل حاجه، بس بيني وبينك كنت حاسس ان مباحث امن الدوله هتيجي تقبض علينا. يا سلام. مساء الخير يا ملك. اهلا يا فندم. اهلا مساء. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. عبد الهادي بيه امن دوله سابقا. طب الحمد لله. محمود الشاطر رجل اعمال. اهلا وسهلا يا فندم. انت بتعمل ايه هنا امال؟ ابدا يا فندم، وحشوني قلت اجي اشوفهم. انا مش شايفه مع حضرتك اي حد. انا سبت الخدمه خلاص، انا باجي هنا كصديق بس. طب يا فندم فرصه سعيده. اهلا بيك. فرصه سعيده. مع الف سلامه. الحمد لله طلع سابقا. شيك انت خايف مني. اه بس انت ضحكت عليا. انا بقى انا ما صدق افوق من حكايه القهوه دي، تطلعي لي بامن دوله ومعتقلات. الفتره دي كنا كلنا بنطلع مظاهرات، كنا كلنا عايزين نحارب. لا الحقيقه انا في حته السياسه دي ما تلاقيش يعني، بس الناس اللي احنا كنا قاعدين معاهم دول بان عليهم مهمين قوي. انا بحب جوهم موت. ده انت طلعت حكايه. انت ما كملتليش حكايتك ايه؟ ابدا، فضلنا مع بعض شويه نتخانق لحد لما زهقت وطلقنا بعد كده. عليك افترا، طفشت الست. افترا ايه؟ الافترا ده كان في مرحله معينه من حياتي، لكن معاك انت البصه في عينيكي هي اللي افترا كله. يا سلام. تعرفي ان دي اول مره ابقى متلخبط كده وانا قاعد بتكلم مع واحده. يا سلام، كل ده بتتلخبط؟ بس والله انا بعبر لك عن مشاعري بجد يعني، مش بمثل. كنت عايز اقول لك على حاجه يعني، العرسان اللي كانوا بيجوا لك وتقول لهم لا يعني، كانوا بيعملوا ايه؟ ينتحروا ولا بيتفشوا ولا ايه ظروفهم بالظبط؟ لا بيمشوا. قولي لي بقى، هشوفك امتى؟ عايز اتكلم معاكي. انا اليومين اللي جايين دولات مشغوله شويه، عندي شويه شغل لازم اخلصه. يا سلام عليكي. طب والنبي يا ست هانم، يعني ممكن تحطي لنا في جدول مواعيدي كده ميعاد معايا؟ هشوف. حكم زيته اطعم فم اللي خلفوه عشان تستحي عين اهله. يو يا ما ضيعش تعمير على الميسه بقى، اتصرف. المهم عندي ان البضاعه تخرج من الجمارك زي ما احنا عايزين. يلا بقى غور. مزعق كده ليه يا عم الشباب؟ قول لي بس مين اللي مزعلك وانا اخطف لك عيلته. اهلا بحبيبي وابن حبيبي في حضن عمك يا ولد. ازيك يا عم؟ انا فل والحمد لله. الله يرحم ابوك يا محمود، وما يبقاش في شتومه لتحت راسه. قول لي يا صحه كويسه ومزاج عالي والحمد لله. انا تمام طول ما انت راضي عني. طب تعالى يا احمد، انت نورتني. خطوه عزيزه يا حبيبي. الله يخليك يا عم. امسك. ده ايه ده؟ سابك بجنيه والقرش. قول كده الله اكبر وبص على مكسبك قد ايه عشان تدعي لعمك. هبص بعد منك برضو. فلوس ايه؟ ياد ما تعملهمش عليا. انا محمود عمك حبيبك يا ده. ده انت جاي واقع من الدور العاشر وبتقول حقوني. انا؟ امال انا ياد؟ الله، هو انت بتيجي هنا عشان تاخد فلوس وبس؟ بقى انا كده برضو يا عمي. ده انت ابو كده. بقول لك ايه، كر البكره كده وهات من اخر الخيط، ما تطيرش بقيه التعميره. ماشي. بصراحة بقى أنا عايز أشتري الدور اللي فوق المعرض وأجيب عربية جديدة، يعني حركات مني بس كده؟ آه بس ده لو ليا فلوس عندك زي ما بتقول.
اخص عليك يا محمود، وافرض ياض مالكش عندي حاجه وجاي تطلب مني 1,000,000 جنيه، هقول لك لا. ما اقصدش يا عمي والله. امال ايه الكلام الماسخ اللي انت قلته ده؟ ما خلاص بقى، انت هتمسكها لي على واحده. طب ايه رايك بقى المعرض والعربيه واي فلوس انت عاوزها الليله واجب من ليك. ده مبلغ كبير قوي يا عمي. ان شاء الله يكون اخر زاري. طب عليا الطلاق. النبي ما تحلف اللي تشوفه. غالي علشان الخامه كويسه، انت عارف انا ما اقدرش اشتغل الا على مستوى. وماله؟ خلاص نتقابل ونتناقش. مع السلامه. مالك يا ملك؟ لسه زعلانه برضه؟ متضايقه عشان سالو يا بابا. هو انت كنت عملت لها حاجه؟ عموما انا فهمتها اللي حصل. يظهر انها متضايقه من وجودي كله. بلاش كلام فارغ. اللي حصل ده مجرد سوء تفاهم ممكن يحصل في اي عيله. بابا انا ما عملت لهاش حاجه، هي موجوعه مني قوي. معلش هتاخد وقتها وهتنسى. شد حيلك انت بس واتجوزي، وانت تلاقيها اول واحده تفرح علشانك ان شاء الله. ايه على فين؟ مش قادره اقعد في المكتب، عايزه اشم شويه هوا، عايزه اخرج شويه. وماله حبيبتي، اخرجي وشم هوا وانبسطي زي ما انت عايزه، بس يكون في علمك بقى الوقت ده مخصوم من مرتبك. ماشي، سلام. مع السلامه. مساء الخير استاذ محمود. اهلا، مساء النور. من هنا والشفا. الله يهنيك، انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ ما هو اللي يهتم بحد ده بيبقى عايز يعرف كل حاجه عنك. طب ازاي؟ هبحكي لك في الوقت المناسب. وامتى هيجي الوقت المناسب؟ الوقت المناسب ده بقى انت اللي تحدديه مش انا. تحب تتغدى معايا؟ لا انا يا دوب لسه فتره من ساعه بس، ممكن اخد قهوه مظبوط لو سمحت. قهوه مظبوط. ايه بقى؟ ايه؟ ما اتصلتيش يعني زي ما وعدتي؟ قلت اسال انا. انا كنت مشغوله شويه اليومين اللي فاتوا دول. يا للدرجه دي؟ مفيش حتى تليفون؟ شويه ظروف يعني. عايز اشوفك. انت شايف في كلام كتير قوي بيننا لسه مخلص. بس يا استاذ محمود. يا استاذ محمود فكي بقى، بلاش الرسميات دي. ايوه بس انت لازم تقدر ظروفي. مالها ظروفك؟ يعني انت اقتحمت حياتي ودخلت عليا كده، وانا ملياش دعوه بالعلاقات دي خالص. ما تقلقيش هساعدك. طب اديني فرصه. زعلت؟ بصراحة اتفاجئت. ليه؟ لأن الكلام ده تقوله بنت لسه في مرحلة المراهقة، مش واحدة كبيرة وناضجة زيك. أيوة بس أنا. ما تزعليش مني يا ملك، إحنا مش صغيرين عشان نتعامل بالأسلوب ده. أسلوب إيه؟ المفروض نكون صراحة مع بعض. يا ملك أنا أكتر حاجة شدتني ليكي إنك إنسانة مختلفة، إنما بقى شغل التردد وتقل الستات ده أنا معرفوش. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الحقيقة. المفروض ان كبيره كفايه عشان تعرفي انت عايزه ايه ومش عايزه ايه. ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. وانا كمان ما اسمحش لاي واحده تقعدني جنب التليفون ليل ونهار عشان تتصل وما تتصلش. نمر التليفون عندك، تتصلي بقى ما تتصليش دي حاجه ترجع لي. يتجوز براحته. ما هو كده مش هيتجوز خالص. بس يتجوز بعيد عننا. ده انت بيجي مصيبه سودة، مصيبه. الو. ايوه مين؟ محمود مين؟ ايوه اقول لها يعني محمود ايه؟ محمود وخلاص؟ اتفضلي. ايه؟ واحد اسمه محمود وخلاص. يعني ايه محمود وخلاص؟ محمود وخلاص. ايوه. ايوه محمود مين؟ اهلا 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 يا استاذ محمود، ازيك؟ لا ما كنتش فاكره، معلش. يا رب يا رب اي حد يتصل بيا. محمود هشام ان شاء الله حتى مصالحي. يا ريت تكلمني بعدين عشان بابا زمانه جاي. بابا هيتاخر، كلمي براحتك. بابا زمانه جاي؟ هو انت لسه بتخافي من بابا وماما؟
انت حر. على العموم انا ما كنتش هتصل بيكي تاني، بس قلت يا محمود خليك انت الكبير. لما اشوف بقى لو عندي وقت هبقى اكلمك تاني. يلا سلام. باي. بس حكيت الشوربه دي. مين بقى محمود ده؟ محمود انا هحاول اكلم بابا. وليه الاستعجال ده كله؟ ما يبقاش دمك كتير، مش انا اللي خلقت العقبات اللي بينا. ولا انا يا ملك، محدش بيختار اهله. عندك حق، انا اسف، بس قبل ما اكلمه لازم نتفق على حاجتين. اولا انا اكبر منك، ثانيا خلاص بقى عارف وموافق، وما تتكلميش في الموضوع ده تاني. بس لازم تسمعني، ارجوك ما توعدنيش وعد انت مش قادر. يا ملك انا بحبك، ده انا مستعد اغير نفسي عشاني. برضه لازم تسمعني. ما خلاص بقى، بقولك بحبك. اتفضل يا سي بابا، سيب اللي في ايدك ده وافضلي شويه، ومفيش تليفونات ومفيش زوار. ايه ده ايه ده؟ ايه الاجراءات البوليسيه دي كلها؟ اوعي تكوني ناويه تعتقليني. قول لي بقى، اعصابك كويسه؟ طبعا زي البوم. في ايه؟ مستعد تسمع خبر جامد؟ مستعد قوي، بشرط يفرح. لا هو يفرح. تتصور بقى انا ملك بتحب بجد؟ بتحب بجد؟ بتحب يعني زي البنات اللي بيحبوا بجد وعايزين يتجوزوا؟ تصور يا بابا انا بحب، مش غريبه دي؟ بتساليني يا ملك، ده انت غلبتيني غلب. يا سيدي عايز تجوزني ان شاء الله من امبارح جوزني. طب قولي لي بقى، هو مين وابن مين وبيشتغل ايه؟ ما جاش يطلبك ليه لحد دلوقتي؟ مش يمكن ما يعجبكش يا سي بابا؟ ها ما يعجبنيش بقى ملك، اللي قاعده تفرس في رجاله البلد كلهم وهي عندها 15 سنه، هجيب لواحد ما يعجبنيش. بص يا بابا، الواحد مش كامل يعني، ها؟ لو في شويه عيوب انا وانت نغيرها مع الوقت. انا هعمل كل اللي انت عايزاه يا حبيبتي. انت لو جبت لي قرد مسلسل وقلت لي يا بابا انا عايز اتجوز ده هتجوزه. حبيبي يا بابا. قول لي بقى اسمه ايه؟ محمود. محمود؟ محمود اسم حلو، اسم محمود. لا وهو حلو بس في عيب صغير. ايه هو؟ انا اكبر منه. وايه يعني؟ ما دام بتحبوا بعض يبقى خلاص. بنحب بعض قوي يا بابا. خلاص يا حبيبتي. محمود ايه؟ محمود الشاطر. بتقولي محمود الشاطر؟ ده اكيد تشابه اسماء، هو يكون من عيلة الشاطر اللي احنا نعرفها. لا انا كنت فاكره زيك بالظبط، انا كنت متصوره انه تشابه اسماء لكن طلع من نفس العيله. بابا حبيبي انا عارفه انها مفاجاه بالنسبه لك. ملك حبيبي انا مش مستعجله، فكر زي ما انت عايز، خد وقتك، اسالني اجاوبك اقعد معاك، انا اهم حاجه ان احنا ما نختلفش. نزلتيني من سبع سما لسبع ارض، اتمنى ما نختلفش. حبيبي مش هنختلف اوعدك، وبعدين انا نفسي انك انت تشوفه وتقعد معاه وتتكلم معاه وتقولي اذا كنت صح ولا غلط. ايه يا ملك؟ مالك يأسة كده ليه؟ يمكن انا وانت محتاجين لشويه وقت لحد لما ظروفنا تستقر. يعني ايه بقى الكلام ده؟ خايفه اقول لك ما تفهمنيش. قولي اللي جواك يا ملك. محمود انا ما اقدرش اتجوزك طول ما ابويا مش موافق، وبابا من الصعب قوي ان هو يغير رايه. طب ما نصبر عليه. مهما صبرنا عليه، خصوصا لو عارف الاخبار اللي حصلت من يومين ليك، ساعتها هيبقى مستحيل. بتقولي مين؟ العريس اياه يا بابا، محمود بيه الشاطر. اتجنن ده ولا ايه؟ حد يروح للناس في ساعة زي دي؟ شكله غريب قوي يا عبد المجيد. يعني ايه؟ خايفة لا يكون جاي يتخانق معانا ولا حاجة. أبلغ البوليس؟ بس يا بنت بلاش كلام فارغ، يلا امشي على اوضتي خليني أغير هدومي. الحق عليا، أنا اللي غلطانة. خليهم يقدموا لي أي حاجة لحد ما انزلهم.
صباح الخير يا استاذ محمود. ايه انت صليت الفجر وجيت على هنا على طول ولا ايه؟ لا ده انا من قبل الفجر ولا نايم في عربيتي بره. اتفضل ارتاح. في الحقيقه انا مستغرب قوي من زيارتك دي، الا اذا كانت ملك نسيت تقول لك ان طلبك مرفوض. يا ريتني اخلي ملك بره الموضوع. انا جاي النهارده عشان الكلام يكون بيني وبين حضرتك، راجل لراجل يعني. اتفضل انا سامعك. بدون مقدمات، حضرتك رافضني بسبب عمي وبسبب اخطاء انا عملتها قبل كده. مظبوط. بالنسبه لعمي مش من حقك ولا من حق اي مخلوق انه يحاسبني على تصرفاته. لا الشرع ولا القانون يدولك الحق ده. وبالنسبه لاخطائي، مين ما بيغلطش؟ ملك تقدم لها مجموعه من افضل شبان مصر ورفضتهم، اللي يجبرني اني اوافق انها تتجوز واحد عنده المشاكل دي كلها. لان كل دي مشاكل وهميه، ولان ملك بتحبني، ولانك هتتعذب زيي واكتر. لو ما وافقتش على جوازي من ملك، ملك هتسافر وهتسيبنا احنا الاثنين. انا حاولت امنعها بس ما قدرتش. واضح ان مفيش حد غيرك يقدر ياثر عليها ويخليها ما تسافرش. خلاص قلت اللي عندك؟ لا لسه حاجه واحده. لو وافقت على جوازي من ملك، انا هخليها اسعد انسانه في الدنيا وهكون عند حسن ظنك. لكن لو رفضت انا هرجع هنا تاني وهضرب نفسي بالرصاص قدامك. عايش من غيرك ابدا. كان عندك حق، انا كمان بحبك قوي. خد بالك الملك بحب. بابا مفتاح الاوضه معايا. الحمد لله على السلامه. طول السنين اللي فاتت كنت كل كام شهر ابعت فتحيه تنظف الاوضه وترتبها زي ما كانت بالظبط والدتك عايشه. انا عارفه يا بابا، بس عمرك ما خليتني اخشها ولا انا دخلتها من يوم ما توفت. اللوحة دي رسمتها وهي بتفكر تتجوزني أو لا. للدرجة دي كانت محتارة؟ دي بقى رسمتها وهي حامل فيك. كانت عايزة تبلغني بطريقتها الخبر. عرفت هي انها حامل في بنت. قلبها كان دليلها، كان نفسها تخلف بنت. والدتي كان فيها حاجة غريبة أوي يا ملك. كنت لما أبص لعينيها أعرف كل اللي في قلبها، وفي نفس الوقت كنت أحس إنها شايفة كل اللي جوايا.
الحقيقة قالت لي إنه لسه شغال. الأسطوانة دي كانت آخر لحن سمعته. كيف يمشي في سراها؟ كيف يمشي في سراها؟ غاصب يملأ الأفق جراحا. معقولة يا بابا محمود قال لك كده؟ واضح انه مجنون زيك. لا بس ما تخافش، مش هيضرب روحه بالنار ابدا. انت فاكره ان انا سبت شغلي في مصر وجيت لحد هنا علشانه؟ حبيبي انا اسفه ان انا تعبتك وبضايقك كتير. انا ما عنديش في الدنيا اغلى منك يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا. اهي فتره يا بابا وهتعدي ان شاء الله. لا يا حبيبتي، شوف اما اقول لك، سفر مفيش. انا خايف تسافري اموت وانت بعيد. بعد الشر عليك ما تقولش الكلمه دي تاني، ربنا يديك طول العمر. لا يا بابا ما تقوليش كده تاني ابدا. اوي اوي، انا مش متاخر. الشبكه اللي تطلبوها والمهر اللي تقولوا عليه ان شاء الله حتى يبقى مليون جنيه، مش خساره في ابن اخويا وعروسته. احنا مش هنختلف على الامور الماديه. انا عدم مؤاخذه عاوزين تتفقوا عليه. الفرح اول عن اخر هديه مني. ها؟ لا ما احنا برضو مش ناويين نعمل فرح بالشكل التقليدي. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ملك لها تفكيرها الخاص، بتحب الحاجات البسيطة. بسيطة يا عمان؟ احنا عايزين نفرح. احنا بس نقرأ الفاتحة دلوقتي وبعد كده انا وملك نتفق على مهلنا. مادام انت شايف كده ماشي، توكلنا على الله. نقرأ الفاتحة. إيدك المبروك. آمين.
الغسل، لم الهدوم. يلا يا قمر. حضر شنط ليه؟ خلاص بقى لازم ننزل مصر. ننزل مصر؟ اه. واحنا لسه قعدنا يا ملك؟ عندنا شغل كتير جدا في مصر. شغل ايه؟ انا الشغل بتاعي ادوره من هنا. قولي بقى ان انت زهقتي وعايزه ترجعي مصر. لا يا حبيبي انا ما زهقتش ولا اي حاجه، بس المعرض بتاعك ده هتروحه وانت فاضي عشان احنا هنبتدي شغل بجد لما ننزل مصر. موافق، بس نقعد شويه كده، حبه صغيرين يعني، شهر كمان. يا نهار اسود، شهر كمان ده كتير قوي. ممكن اتنازل ويبقى 4 ايام مثلا. 4 ايام مثلا؟ هو انا اتجوزت ولا دخلت الجيش؟ يعني انا طابور ذنب؟ انا طابور ذنب؟ لا مش طابور ذنب يعني، بس عايزاني اقوم. اه هاتي اي حاجه من بتوع شهر العسل. ايه يعني حاجه زي ايه يعني؟ بوسه مثلا، حضن، قطايه. طب هديك كل اللي انت عايزه بس على شرط. قولي. تنفذ كل شروطي فورا، كل طلباتي في ساعتها. قولي بس. لا ما نرجعش كلامنا لما ننزل مصر. ماشي ماشي ماشي. طب هفك الشنطه الاول. انت فك الشنط وانا هقوم على طول. يلا يلا, يلا. على طول. هو وراك. يلا. لا تقوم بقى وتبطل كاسه، بطل كاسه. انت ايه خم نوم؟ قوم فين؟ اقعد يا ملك لحظه واحده. هو ضارك فضلي انت دلوقتي. ايه بابا اللي حصل ده؟ رحت على مكتبي لقيت واحد واخد مطرحي. انا عارف انك انت هتجيلي علشان الموضوع ده. مش فاهمه ليه. انت مش بتقولي ان جوزك ناوي يشتغل لوحده؟ وايه دخله بالموضوع؟ هو اولى بيكي مني، هيحتاج لك اكتر. لسه بدري قوي على الموضوع ده يا بابا. معلش، احنا بالشركه الجديده اللي عملناها هندخل مجال العقارات والانشاءات، وده النشاط الاساسي لشغل سعيد الشاطر. وجودك معانا هنا ممكن يحرجك. يعني حضرتك استغنيت عني؟ عشان انا ما اقدرش استغنى عنك، بس الراجل ده مش سهل. مش عايزين نديله اي فرصه يستغلها علشان يهدد حياتك الزوجيه. هو انت كنت فاكراني ان انا بضحك عليكي ولا ايه؟ لا طبعا، بس النتيجه جت بسرعه قوي. انت لسه مش واثقه فيا يا ملك؟ طبعا واثقه فيك. امال اتجوزتك ازاي يعني؟ يا حبيبتي مهما كان ارتباطي بعمي قوي فارتباطي بيكي اقوى. ايوه بس انا مش مستريحه للموضوع ده. ليه بقى؟ علشان احتمالات التسويق مرتبطة بعوامل مش في ايدينا. مش فاهم. يعني افرض الناس دلوقتي عندها ازمة، تفتكر هتنزل تشتري طقم صيني بالشيء الفلاني ولا هتاكل وتشرب؟ طب خلاص بقى، يبقى انا على كده افتح محل فول وطعمية واخلص. لا بس ممكن تعمل طباق البلاستيك بتاعت الفول والطعمية. ايه مالك؟ وانا هشتغل بتاع بلاستيك على اخر الزمن؟ الله ليه لا؟ انت دلوقتي بتتكلم في مشروع مضمون نجاحه 100%، كبره بعد كده زي ما انت عايز. وبعدين ماله البلاستيك؟ ما مالوش يعني، بس انا مبسوط في شغلي يا ملك. بص بقى، انا سبت شغل بابا عشان اجي اخد بالي منك. الله، يعني فضيتيلي. اعمل ايه؟ قاعده على قلبك لطالونه، وبذمتك دي كلمه تقولها؟ لا طبعا ما يصحش، حقك عليا. لا انا ما بزعلش منك. فاكره حبيبتي لما كنا بنيجي هنا مخنوقين ومش عارفين هنعمل ايه وهنتجوز ازاي؟ انا شخصيا ما كنتش خايفه. امال كنت ايه؟ انا كنت قلقانه مرتبكه، عين في الجنه وعين في النار. طب وانا بقى في انهي عين فيهم؟ انت جوه عينيا. هي دي بقى المفاجاه اللي انت محضرها لي؟ مصنع بلاستيك؟ اتضايقت كده ليه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. واحنا لسه فوقنا من المصنع بتاعي يا ملك، لما نفكر في مصنع تاني مش نركز في شغلنا الاول؟ اه يا حبيبي، بس ده ما يمنعش على اي حاجه، احنا كده بنكبر روحنا في السوق. ايوه بس كده هنفضل نشتغل ليل ونهار ومش هنفوق لبعض ابدا. نتعب دلوقتي شويه وبعدين هنرتاح بعدين. وبعدين بقى انا متضايق ان انت طلبت فلوس من ابوكي. وانا طلبت فلوس سلف؟ دي شركه وهو هيستفيد منها. اه ده مش انا لوحدي اللي لازم اتغير، ده انت كمان لازم تتغيري. انا؟ اه انت. واخده الحكايه جد كده، محسساني ان احنا في حرب. يا عم حرب ايه؟ بصراحه بقى انا ما اقدرش اعيش بالشكل ده. اشتغل اه، بس برضه لازم يبقى عندي وقت اهتم فيه بمشاعري وبحياتي وبحبي اللي لازم يستمر بيني وبينك. طب ومين قال لك ان انا عايزاك تغير طريقتك دي؟ انا عايزه حبك دايما يستمر ليا. تقولي بقى عليا مراهق، تقولي عليا عايش في الدور، هو ده اللي لازم يحصل. انا موافقه، ما طلبتش منك تتغير، بالعكس انا عارفه الكلام ده لما اتجوزنا. كده بقى يبقى احنا متفقين. عايزين بقى اول لما نخش من باب البيت ده ننسى الشغل خالص وما نفكرش غير في نفسنا. ما فكرتيش في الخلفه؟
طمنيني يا دكتور، لحد دلوقتي انا مش شايفه اي سبب يمنع الانجاب بالنسبه لك، بس عشان نتاكد اكتر هنحتاج لشويه تحاليل واشعه بسيطه خالص. على فكره انا مش من النوع اللي بخاف، قولي لي اي حاجه. انت مخدوده قوي كده ليه؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله. العقود اللي انت بذلتها دي مش كفايه. انا دبرت لك سكه جديده للتوزيع، وحجزت لك كمان جناح في المعرض اللي جاي. يا عم انت شاغل دماغك بيا اكتر من لازم، انا صعبان عليا تعبك ده. يا دو انا بتعب لحد غريب. طب ايه رايك بقى يا حودة؟ انا لولا خايف انك يعني ما تقدرش كنت قمت انا بعملية التوزيع دي، وقلت لك ريح نفسك من الهم ده كله. ما اقدرش ليه؟ بلاش احراج بقى يا حودة. ها؟ ولو اني سمعت انها شركة ابوها على مصنع جديد، زي ما يكون حلال لي ومحرام علينا احنا. يا عم المسألة مش زي ما انت فاهم. يا هاد انت قدرت تفتح بوقك لما زقت البنت من قدامي وصممت ان ابوها هو اللي يقص الشريط؟ يبقى الفرح فرحنا والفلوس فلوسنا والغريب يطلع هو ينقط. يا عم كل ده كلام فاضي. طب سمعنا انت المليان. سمع اوس، هنسمع شوية مليان هنا. ايه يا محمود ما وصلكش اللي عملته مع بنات عمك لما طلعوا قالوا لها الحمد لله على السلامة اهلا وسهلا، خدت صاحبتها ونزلت وسابتهم بعد 5 دقايق قفاهم يأمر عيش. طب وهي ليه هتعمل كده؟ ما اكيد كان وراها معاد. على المهم متزعلش نفسك، انا نبهت على اولاد عمك انهم يقتصروا عنها خالص، احنا ما بنرميش بلانا على حد يا عم. ما تزعلش انت منها بس، ملك انسانة مختلفة يعني لازم تفهمها كويس عشان ما تزعلش منها. احمد ربنا ان دماغ عمك كبيرة وقلبه ما يزعلش ابدا من اللي يخصه، بس انا عاوز اقول لك نصيحه تحطها حلقه في ودنك، نصيحه من واحد الدنيا شالت وحطت فيه. الراجل يا ابني اللي يسمح لمراته انها تستعر من عيلته لازم هيخسر كتير في الاخر. ليه؟ عمي عدى عليا. ورحتوا فين؟ لا ما رحناش في حته، قعدنا عنده. في حاجه؟ ابدا، كان بيعرفني على ناس بس ممكن اتعامل معاهم. طب وليه؟ ما احنا عندنا العملاء بتوعنا. طب وليه لا؟ مش هيدفعوا فلوس زيهم زي غيرهم؟ ولا يعني عشان جايين من عند عمي لازم يتحط عليهم فيتو؟ يا ريت عمك ما يتدخلش في شغلنا. سبحان الله يا ملك، وانت يعني شايفاني عملته رئيس مجلس اداره فرشت له مكتب؟ الراجل بعد المعامله السيئه دي وبرضه عايز يساعد، اقول له لا؟ انت بتزعق كده ليه؟ عشان الناس خدت بالها من الطريقه المرضيه اللي انت بتعامليهم بيها دي. احنا اتفقنا ابد عن شغل عمي وبس، مش هتبرى منهم. عمك ده سبب المصايب كلها وانت مش عايز تاكل. عمي عمي عمي، انا مش قلت لك المره اللي فاتت اطمني؟ يعني التحاليل والاشعه كويسين؟ كل حاجه تقريبا طبيعيه. طب ايه اللي مأخر حملي؟ التوقيت دي مساله بتاعت ربنا، احنا بس عندنا مشكله صغيره وان شاء الله تستجيب للعلاج. ايه هي المشكله دي؟ بصي، في ستات ممكن يخلفوا لغايه 50 سنه، بس في بعض الحالات فرصة الحمل بتقل في سن مبكرة شوية. يعني قد ايه؟ يعني مفيش سن معين، ممكن 35 سنة مثلا، وبعدين كل جسم وله طبيعته الخاصة. وانا بقى من النوع ده؟ انا قلت بتقل، ما قلتش بتنعدم. المشكلة ان في ارتباك بسيط في عملية التبويض، هنظبطها وان شاء الله هيكون في فرصة كويسة قوي للحمل، بس لازم تمشي على علاج جامد شوية. مات؟ لا مفيش. انا اسف ان انا انفعلت وانا بتكلم معاك. انا عارف ان ارتباطنا كان صعب، بس عشان نستمر هنمر مواقف اصعب، هنتفق وهنختلف وهنتخانق وهنتصالح. وبعدين هو في احلى من الصلح بعد الخناق؟ ان شاء الله مش هنتخانق. تبقى بتحلمي، هو في اتنين مهما حبوا بعض ما بيتخانقوش ولا حتى بينفصلوا؟ يا شيخ فلا الله ولا فعلا، ايه الكلام ده؟ ما هو لو كانوا بيحبوا بعض بجد وحبهم. محمود بطل السيره السودا دي. طب خلاص خلينا بقى في الصلح بعد الخناق. خلينا، بتهددني ولا بتهددني؟ طب بالمناسبه بقى قبل ما نتخانق تاني، يعني ليه عندك رجاء؟ أمر ممكن اعزم عمي وبناته مره واحده بس على العشاء؟ دي الخيبه. مره واحده بس مفيش غيرها؟ مره واحده بس. عيب عشان خاطري.
اوكي. الدكتورة طمنتني بس انا مش متفائلة. ليه؟ انا مش شايف حاجة خطيرة في اللي اتقال. يعني الناس بتفتكر ان انا عشان شكلي حلو وغنية واتجوزت اللي بحبه ابقى اخدت كل حاجة، مع ان الواحد ما بياخدش كل حاجة. انت اللي بتقولي كده؟ مش انت بتقول ان الواحد ما يقدرش ياخد كل اللي هو عايزه؟ اه بس ده ما كانش رأيك. يعني في حتة القدر ما نقدرش نغيرها. مفروض يا ستي حتى ان ما حصلش خلفة، انت متخيلة ان انا ممكن استغنى عنك؟ يعني كل واحد في الدنيا بيتمنى يبقى عنده بيبي. ما تقلقيش، كل اللي في دماغك ده هيطلع اوهام، وبكرة فكرك. يا ريت يا ريت يا حبيبي. الف مبروك. مبروك يا حبيبة قلبي. الله يبارك فيك يا ملوك. انتوا سميتوها ايه بقى؟ لسه ما لحقناش نسميها، بابا في اسكندرية، ان شاء الله لما يرجع يبقى هو اللي يسميها. اوعوا تفكروا تسموها على اسمي. حبيبتي انا جبت لك هدية صغيرة. ما كانش لزوم التعب ده يا ملك والله. بصوا عليها وعلى جمالها، صحتها كويسة ووزنها مظبوط ووشها مورد. بالعكس وشها اصفر وطول الليل بترجع وسخنة ودرجة حرارتها 38 وخمس شرط. ايه ده يا سلوى؟ انت بتعملي كده ليه؟ وانا هحسدها ولا هحسدها؟ تحسديها على ايه؟ هي يعني شايفاها مخلفة ولدين توأم؟ ده حيلا حتة بيت. طب ما انت يا ماما فاكرة ما كنت بتشوفي الفنجان وقلتي لي في ولدين تحت الشجرة؟ اهو هيجوا. احمدي ربنا انك جبتي بنت، غيرك مش طايل يجيب حاجة خالص. انا هستأذن يا جماعة، هفوت عليكي بالليل. باي باي حبيبتي. مع السلامة يا روحي. باي سلام. مبروك. مبروك. مع السلامة يا ملك. حرام عليك يا سناء. ايه مش تحاسبي على كلامك؟ سوري يا طنط، ما خدتش بالي فعلا غير لما الكلمه خرجت من بقي. لا في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. احنا ما كناش ماشيين كويس من ساعه لما المصنع فتح. اهدى يا محمود، ما حصلش اي حاجه لده كله. بس هيحصل، اما كانش النهارده هيبقى بكره. في انتاج زي انتاج مصنعي بالظبط واحسن منه، وبيتباع في السوق بسعر ارخص. مصنعنا احنا انتاجه احسن منهم مليون مره. بس مش مستورده. انا مش فاهم ازاي تبقى مستورده وارخص. ممكن بقى ما تقلقش نفسك عشان نلاقي حل ونصلح الوضع. ازاي بس؟ ده شغلي انا بقى يا سيدي. شغلك يعني ايه؟ ما انا لازم افهم. عشان تواجه اي مشكله لازم تواجهها بهدوء عشان نلاقي لها حل كويس. انت هتديني درس في البيزنس يا ملك، ما تتكلمي على طول. كل ده كلام فاضي يا حبيبي. اللي بيصدروا لك مستلزمات الانتاج هم اللي مغرقين السوق ببضاعتهم ورخصوا الاسعار كمان. ازاي يا ابني هتقدر تقف قصادهم؟ ايوه بس ملك قالت ان ملك تقول اللي تقوله. ما هو في كلام يسوى وكلام ما يسواش. اللي يفرز ما بين الاثنين حاجه واحده بس يا محمود، الجنيه هيدخل جيبك ولا هيخرج منه. ماشي، بس طالما لسه في امل وقدامنا وقت، طب ليه ما نحاولش؟ سوري يا حوده، يبقى ما اتعلمتش حاجة من الدرس اللي خدته. أنا يا ابني حذرتك إنك ما تفتحش على نفسك الفتحة دي، ما سمعتش كلامي. كانت النتيجة إيه؟ ها؟ مشيت ورا مراتك ورحت حطيت نفسك في خاية كنا في غنى عنها. تقدر تقول لي هتخلص نفسك إزاي دلوقتي؟ معرفش، بس لو الحالة استمرت كده أنا هوقف الإنتاج. الله، ده أنت صيبة بقى يا حودة. أنت لسه هتستنى لما تشوف. ما يا ابني خسارتك هتزيد، وساعتها مراتك هتقعد تقول لك ما يجريش حاجه يا محمود، احنا هنخفض الاسعار وهنسدد الدول العربيه والافريقيا. كل ده وهم يا محمود فوق. ما هم ماشيين ازاي؟ اسال روحك. يعني ايه؟ يعني مراتك وابوها ناصحين قوي يا محمود، سابوك انت تلعب في الهوا وهم لعبوا في المضمون. فكره المصنع ده كانت فكرتي انا. بس اللي بيخاف على حد بينصحه. مش معنى انا محمود وقفت لك قلت لك بلاش. مش وقته بقى يا عم. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ بيعه، اخلص منه باسرع ما يمكن. المثل بيقول يا حوده، خساره قريبه ولا مكسب بعيد. الجمال ده كله افتكرتك مش واخد بالك. مش واخد بالي؟ اه ونعم ولا ايه؟
حد يشوف الجمال ده وما ياخدش باله؟ بحسب. بس الظاهر ان الليله دي فيها مناسبه كبيره قوي. مناسبتين احتمال تبقى ثلاثه. وانت كده بتسهلها لي؟ يلا فكر شويه قول لي. فكر شويه. طيب قولي لي واحده انا اجيب الثانيه. طيب كان في ولد حلو اتولد اسمه محمود، وبعد كبر بقى راجل زي القمر ودخل حياتي وخلاني اسعد ست في الدنيا. يبقى عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. كل سنه واحنا دايما مع بعض يا حبيبي. تعالى تعالى عشان اولع لك الشمعه دي. هو انت البنت فين؟ لا مشيتها سربتها بقى عشان نبقى لوحدنا. حلو ده جدا. طب بقول لك ايه؟ نعم. ايه بقى المفاجاه الثانيه اللي انت محضراها لك؟ هدية عيد ميلادك اللي مش ناوية اديها لك دلوقتي. لا انت كده عاملة لي كمين بقى. وعندي خبر جنان عشانك. والله العظيم. طب تصدقي بقى ان انا عندي ليكي خبر احلى. يا سلام. اه والله. طب قولهولي. لا انسي قولي انت الاول. انت الاول. وربنا ما هينفع. انت الاول عشان خاطري. خلاص بقى قولي. والله تلاقيك نصاب. مش كده الكلام اخده عطا؟ اللي بتقوله ده سخيف وما يتقالش. جرى ايه يا جماعه؟ مالكم؟ عمالين تزعقوا كده ليه؟ تعالي يا هانم شوف ابنك. البيه المحترم جاي لي في ساعه زي دي علشان يحاسبني. عايز يورثني بالحياه. اعوذ بالله، والله ما حصل. امال ايه اللي حصل يعني؟ بابا بيزعق كده لله في الله؟ انا سالته مجرد سؤال بريء. بريء؟ البيه جاي يلف ويدور حواليا علشان شاب اخته وهي جايه لي المكتب النهارده. خايف لا اعمل معاها شغل جديد. طب ما هو انا وسلوى وبهاء ولادك برضه بابا، اشمعنى مالك يعني؟ لانها بتفكر بنفس طريقتي، بتعرض عليا مشاريع محترمه وناجحه ما وراهاش مشاكل. حضرتك تقصد ان انا مش قصدي واضح، انت فاهمه كويس قوي. وعلشان اريحك واطمنك، انا ما بفضلش حد من ولادي على التاني. ويوم ربنا ما يريحك وياخدني كلكم هتورثوا زي بعض بالشر. بتقول ايه؟ بقى انا بعت الارض بتاعتي عشان احل مشكله المصنع، وانت تروح تعمل شركه معاه؟ انا ما طلبتش منك تبيعي اي ارض. وبعدين انت عارفه ان انا لا يمكن اخد منك جنيه واحد، انت متاكده من كده؟ انا متاكده، بس مش هو ده موضوعنا. يا حبيبتي العرض كان مغري، ما ينفعش يترفض. يعني ايه؟ يعني انت قبلت انك انت تغش الناس وتفهمهم ان حاجتك مستورده؟ تضحك؟ اعمل ايه؟ ما انت اصلك بتتكلمي بطريقه غريبه قوي. ايه بتكلم زي الافلام العربي القديمه؟ انت اللي قلت. مالها الافلام العربي القديمه كانت كلها مبادئ. ايه يا ملك؟ مالك مزوداها كده؟ انت فاكرني يعني كنت هفرح؟ لا بس انت مكبره الموضوع قوي. وهو ده الخبر الجميل اللي انت جايبه لي؟ يا حبيبتي انا اقصد ان مشكله المصنع اتحلت. بطل تمثيل. انا بمثل عليك. اكتر حاجه حبيتها فيك ايه؟ صراحتك ونظافتك. يصعب عليا قوي لما يجي اليوم اللي احس انك انت بتمثل عليا فيه. انا ما عملتش حاجه غلط. عمك ضحك عليك، حس بنقطه ضعفك. جريه ملك، ايه الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي؟ انا كنت مستنيه انك انت تساعدني، بس انت رميتني. هو انا يعني لازم اخسر عشان ابقى شريف وعجبك؟ كفرت يعني عشان عملت شركه مع عمي؟ عمك السبب في اللي بيحصل لك. يا دي عمي اللي انت حاطاه في دماغك. ايه يعني كان تاجر عمله في يوم من الايام وتاب؟ بيدفع رشوه هنا ولا هنا؟ ما كل الناس ماشيه كده عادي. عادي؟ اه عادي، الدنيا كلها ماشيه كده. انا ما يهمنيش اذا كان تاب ولا ما تابش، بس انت لازم تفهم ان هو اللي دخل توكيل مصر عشان ينافسك ويخسرك وتلجا له. افهم بقى. انت مجنونه؟ مجنونه؟ فكر، فكر شويه. أنا مش هرد عليك دلوقتي، بعدين ليا كلام تاني معاك. لا كمل كلامك دلوقتي. حكاية عمي دي تنسيها خالص، فلوسه مش هاخد منه، وهبيع المصنع وادفع عليها المعرض. احنا ما اتفقناش على كده. بس هي دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخليني نستمر. وإذا ما وافقتش؟ ما قدامناش حل تاني. اتكلم عن نفسك أنت. قصدك إيه؟ لو كنت فاكر إني ممكن أقبل بأي وضع تبقى غلطان. أنا ما بقيتش فشل لحد أبدا. أنا ملك عبد المجيد راتب، لا بتكسف ولا بخاف من الصح. حتى لو الناس كلها ضحكت عليا. ما كفاية بقى يا ملك، كل شوية عبد المجيد راتب وأمجاد عبد المجيد راتب. اوعى تغلط في بابا،
فاهم؟ اوعى تغلط في بابا. الا بابا، الا بابا. ملك، مالك يا حبيبتي؟ ملك، ابعد عني بقى، كفايه ابعد عني. الزهر محمود بيه بيحبك قوي يا مدام. ما حدش بيطلب الاسعاف في نص الليل ويجيب مراته المستشفى علشان حاجه زي كده. ما انا ما عملتش كده غير لما اغمى عليها. دي اعراض طبيعيه جدا عشان الحمل. حمل؟ الو محمود، في ايه؟ مالك؟ مالها؟ ما تخضش ازاي وانت بتكلمني في ميعاد زي ده؟ انت متاكد من الكلام ده؟ انا قلت ابلغ حضرتك عشان لو حبيت تيجي تشوفها. لا 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 لا، ما فيش حاجه والله، ده هو بس الدكتور قال لها ترتاح يومين. متهيألي بقى ان الاوان ترضى عني وتشرفني في بيتنا. ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. مع السلامة. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك. أنت لسه قاعد عندك؟ الفطار جاهز تحت. عبد المجيد، مالك مساهم كده ليه؟ ومين اللي كان على التليفون؟ محمود بيبشرني. ملك حامل. والله بسم الله ما شاء الله، ربنا يتمم لها بخير ويهدي جوزها ويبعد عنهم سعيد الشاطر ان شاء الله يا رب. طيب انا هاخد سلوى ونروح لها، ولا انت ليك راي تاني؟ لا لا يا ناس، روحي لها روحي لها، خدي سلوى وروحي لها. انا كمان هروح لها. صباح الخير. صباح الخير. انا بقى حضرتلك الفطار بنفسي. مش ماليش نفس. اتفضلي. لا انا مش عايزه لبن دلوقتي. وبعدين بقى ده انا هاكلك بايدي. مش عايزه. ما ينفعش الكلام ده خالص، الدكتور قال لازم تاكلي. استني، طب خدي دي. اقول لك انا هفطر بقى. مش طب استني اسندك. ده انا حامل في شهرين، انا مش حامل في 900 شهر. حامل يا بنتي المحظوظه، كده طلعت الطاق. هتفرق معانا فيها حاجه؟ تفرق يا ربيع، كده بقت لازقه بغيرها. الله اعلم هتبقى لصالح مين. جدع انت بلاش فزلكه بقى واتكلم دغري. جدع انت افهم مره من نفسك. فتحي يقصد ان العيل ده زي ما هيربط محمود هيربطها هي كمان. مش كده وبس يا حاج، لا، العيل ده بعد عمر طويل هيورث من ناحيتين، وساعتها بقى هيبقى اسمه الشاطر مش راتب. الله عليك يا لا، الله عليك. تصدق ان انت كلامك بيعجبني ويكيفني ويمزجني ويعلي دماغي. ابو سارة واحدة بس تعيش يا خال، كلنا تلامذتك. طبعا انت لسه مش فاهم حاجه. نفهمك يعني، بدل ما هي اللي هتاخد احنا هنجيب على حجرنا وناخد ونعد بقى من فلوس عبد المجيد دلوقتي. يا ملك حرام عليكي، لو مش خايفه على نفسك خافي على اللي في بطنك. احنا ما صدقنا. انا منقوطه يا ليلى، ده محمود غير كل الاتفاقات اللي بينا قبل الجواز، ده بيشتغل معاهم. يا ستي بقوا اتكلموا في ده وصلحوه بعدين. المهم دلوقتي ما تخليش اي حاجه تاثر على الحمل، وبعد ما تولدي انا واثقه ومتاكده ان حاجات كتير هتتغير. للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن ان شاء الله، بس انت قولي يا رب. يا رب. انت تاخدي هدنه كام شهر وتجربي معاه طريقه تانية، وان شاء الله البيبي اللي هيجي ده اكيد هيخلي محمود يتغير في حاجات كتير قوي. في ضيوف عشانك يا هند. ضيوف ايه يا حبيبتي؟ ده احنا اصحاب بيت. اهلا اهلا يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. وحشتيني. الف مبروك. اهلا يا دنيا يا حبيبتي. اهلا اهلا. الف مبروك يا ملك، الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك ويخليكي ليا. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا طه. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما خدتش بالي. ولا يهمك يا طه. انتوا مين اللي قال لكم؟ بابا هو اللي قال لنا. جوزك من فرحته كلمه الساعه 7 الصبح. بجد؟
شفتي بقى ربنا اقول الحمد لله. شفتي؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ الله يخليك يا بنت. ازيك؟ ازيك يا سلوى؟ ايه ده؟ مش داري على شمعتك تقيد؟ لازم تعملي لنا نشرة اخبار يعني؟ افرض طلعت حسودة دلوقتي. مش دي خالص، دي كويسة. ازيك يا ليلى؟ مالك يا ست هان؟ في حاجة؟ محدش يكلمني، ابعدي عني خالص. مش سامعة الباب، افتحي. شفتي يا بابا؟ على ما شفتي يا بابا اللي جرالي؟ أعمل البيع قهوة يا ست هان. مالوش لزوم، روحي أنتِ. تعالي تعالي. ليه يعمل فيا كده بس ليه؟ روحي. أنا عارف إن خسارتك كبيرة، لكن أنت عملت اللي عليكي وما تقدريش تعملي أكتر من كده. كنت عايزة ابني بني آدم، بني آدم كويس من جوايا. أوقات كتيرة الإنسان بيفشل غصب عنه، ساعتها يا بنتي لازم يعترف بالفشل ويحاول يبعد عنه على قد ما يقدر. بيكتب عليا لآخر لحظة، امبارح مكلمني بيقول لي إن هو رايح يعزي. إزاي يتصور ده؟ أنا مش عارف حاجة زي دي، إزاي؟ كان بيكسب وقت. أنا حاولت أمنعك كتير، في الآخر قلت من حقك إنك أنت تجربي. أديك عرفتي نتيجة التجربة إيه. لو لسه بتحبيه يا ملك، أعتبر الحب ده نقطة ضعف لازم تتغلبي عليها. أنت طول عمرك قوية وعندك إرادة. يلا يا بنتي، وملم هدومك. الو. ايوه ملوك يا حبيبتي. قلبي عندك والله، من ساعه ما عرفت الخبر وانا مقطعه نفسي من العياط. سلوى اقفلي دلوقتي، انا مش فايقه لك. معلش يا حبيبتي، انا عذراكي، المصيبه كبيره قوي بس الفضيحه اكبر، خلي بالك. انت ايه يا شيخه؟ ما بتحسيش؟ ما بترحميش ليه؟ انا عملت لك ايه في حياتي يا شيخه؟ ارحمي وتهدي. عليك يا ليلة القصر. أوام أوام، لميت شنطة هدومك ومشيتي؟ مش تحمدي ربنا إن جوزك بدل ما كنتي عنستي. ما ترديش على الأشكال دي يا ملك، يلا بينا. مالها الأشكال دي؟ على الأقل عندنا قصر. مالك يا بنتي؟ مالك؟ تعبانة يا بابا، عايزة أروح المستشفى. طب اركبي اركبي بالراحة. ما تعتلقاش هم يا ابن الغالي، هي الدنيا كده. ما تفكها بقى، ما تبقى سعيد، احنا مش خرجنا بالسلامة والحمد لله. الله، في ايه؟ مش واخد بالي، ده لسه مفكر في الهرم. الهرم دي مراتي يا عمي. يا عم ما قلناش حاجة، ربنا يخيب ظني وانت رايح تلاقيها مستنياك بالورود والاحضان. الخبر اللي اتنشر في الجرايد ده مش هيخلي اي فرصة للتفاهم. ليه؟ انت تاجر مخدرات ولا قتلت قتيل؟ يا عمي مالك ما بتفكرش زينا؟ تفكر بقى زي ما تفكر، انت لسه عامل حسابها بعد كل اللي قلته لك. يا محمود يلا بينا، يلا يلا. اتفضل يا خالد. حرام عليك يا اخي، اي حرام عليك تروح لها من صباحيه ربنا وتقول لها سيب البيت. انا لما رحت لها كان فيها اللي مكفيها، ما كانتش ناقصه حد يحرضها ولا يفور دمها. يا عم انت ما صدقت، وجودك في الوقت ده كان غير مناسب، كان المفروض تصبر عليها شويه. كفايه القلق اللي انا فيها فريد، مانيش ناقص حد يحملني المسؤوليه. خلاص اللي حصل حصل بقى، احنا عملنا الصح. لا حصل ده قدر ربنا، ادعي لها بس ربنا يقومها بالسلامة. لو سمحت يا دكتور طمنيني، اقدر اشوفها ولا لا؟ انت تقدر تشوفها، هي بخير بس هي لسه ما فاقتش قوي من البنج.
يا محمود. عبد الله السلامة يا بنتي. انت بتقولي ايه؟ فين؟ معلش هي خدت شنطة هدومها ونزلت مع الباشا الكبير. أظن كده بقى الصورة بقت واضحة قوي ومش محتاجة أي كلام. ما أقدرش أحكم على أي حاجة دلوقتي، لازم أشوفها وأتكلم معاها. محمود ما تضحكش على روحك يا ابن الغالي، الست ما بتقفش جنب جوزها في محنته، ما تسهلش تبقى مراته. أنا استحملتها كتير قوي علشانك، واستحملت التناكة بتاعت أبوها، إنما توصل للحبس. حبس إيه بس دلوقتي يا عم الله؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ محمود أنا ما يهمنيش إلا مصلحتي وكرامتك، فاهم؟ كرامتك. يعني لو مالك دخلت البيت ده تاني، لا أنت ابن أخويا ولا عاوز أعرفك. مش هتاخد ولا مليم من ورث أبوك، وإذا كان على الورق اللي معاك بنه يشرب ميته. حاجة يا بنتي، انت بخير والحمد لله. ايوه بس انا تعبانة قوي، هم عرفوا يوقفوا نزيف ويحافظوا على الجنين. هم عملوا اللي عليهم يا بنتي، لكن ما ممكن اعرف اذا كان ولد ولا بنت؟ ده عيشتك بإيه دلوقتي؟ عايز أعرف. ولد. ولد. أنا عارف إن أنت رهنت عليا وعايزة أنجح. عايزة أفتخر بيك قدام العالم كله. أنا كنت مستنية إنك أنت تساعدني بس أنت رميتني. بس أنت لازم تفهم إن هو اللي دخل توكيل مصر عشان ينافسك ويخسرك وتلجأ له. افهم بقى. اللي في حد ليه مصلحه يبلغ عننا. مش جايز عاوز يكشفك قدام بنته؟ ما قدرش يمنعها عنك، لفلك من الناحيه الثانيه. لما تخرج من هنا لو لقيتها في البيت يبقى لك كلام. انا كنت اقدر اولع لهم في الفيلا بس ما رضيتش عشان خاطرها. استنى بس، ده لو واحد تاني غير ابوها اللي كلمني كده انت عارف احسان. وقف صوتك دقيقة واحدة، هقفل الباب، خليك سامد نفسك كده. فرحتنا. ما تقف بقى احسان الله. ياد انت عطر مخلص يا حامي خلاطك، ياد يا عشر رجالة في بعض. اهلا يا عم. اعمل ايه؟ قلبي كاني رجعت اطمن عليك. ازيك يا حسام؟ ازي الباشا الكبير؟ ازيك يا باشا، بيسلم على حضرتك. عاجبك صاحبك وعمايله يرجع البيت سكران بالمنظر ده عشان خاطر واحده ست؟ معلش يا حاج عذور، اصل في ظروف. ظروف ايه يا عم حسام؟ ظروف ايه؟ الله، طب ما تكمل، اقعد عيط عليها بالدموع، ولا اقول لك روح ارمي نفسك في النيل زي العيال الخايبه. يا عم ارحمني بقى، انا حلاقيها منك ولا من عبد المجيد راتب؟ انت من ناحيه وهو من ناحيه، خربتوا بيتي. خربت بيتك يا محمود؟ ما يقصدش يا حاج، هو بس انا يا محمود ده انا ابني اللي ربيتك، وقفت جنبك في كل خطوه مشيتها في حياتك. اما بقى في موضوع مراتك هدينا وتعدينا وبلعنا الاهانه وسكتنا، اعمل لها ايه اكتر من كده؟ اذكر زيك اعذره حاج سعيد بمراته في المستشفى والبيبي. بيبي ايه؟ ايه ده؟ يا مراتك سقطت وقالها مش عاوزين يعرفوك مكانها؟ بس انا حصل لها. اه يبقى سقطت نفسها. ما بلاش الكلام ده بقى لو سمحت. يا ابني ما هي باينه اهي، مش عاوزه حاجه تربطها بيك بعد الطلاق. يا عم ارحمني بقى، انا ما بقتش قادر اصدق الكلام اللي بيتقال اليومين دول.
ماشي ماشي، اعمل لصاحبك قهوة بالليمون وحط له جردل جنب السرير عليه العوض في الرجالة. تعال تعال استريح فوق. ربنا مش راضي عنها عشان ما بتحبش الخير للناس. لا انت صدقه انا مش راضي عننا احنا كده، الجوازه باظت وهتفضلنا ليه؟ ما هي دلوقتي عندها شغلها. عشان ابليس في الجنه ده كده هتفضلنا بقى وتطلع القديم والجديد كله علينا. ادينا جينا والهانم مش عايزه تقابلنا. هي حر، احنا عملنا اللي علينا وخلاص. ماما هي هتطلع من هنا على الفيلا على طول. وماله يا سلو، ودتها لسه موجوده. طب ايه رايكم لو احاول انا معاها؟ والله العظيم ايوه، انا وملك متربيين مع بعض ولا يمكن ترفض تقابلني. تصدق انا وملك متربيين مع بعض من واحنا صغيرين قوي لان احنا اخوات ورفضت تقابلني. والله والله تصدق. انت مش وراك شغل؟ ايوه بس قوم قوم. ساعة ما عرفت باللي حصل حالتها غريبة قوي، حتى أنا طلبت مني إن أنا أخرج وأسيبها لوحدها. معلش يا عمي معلش، ده شيء طبيعي. ملك كانت فقدت الأمل في الحمل خالص، فما حصل وحملت الدنيا ما كانتش سايعاها من السعادة والفرحة. وحضرتك عارف الأمل لما بيجي للإنسان وبعدين يرجع يضيع تاني بعد طول صبر وانتظار، الصدمة بتبقى شديدة عليه قوي. ده غير صدمتها بجوزها المحترم. ربنا يكون في عونها. اعملي معروف يا بنت، ادخلي لها حاولي تخففي عنها. انا عارف انها بتحبك، ما حدش هيقدر يخرجها من اللي هي فيه غيرك. مش عايزه اشوف حد، مش عايزه اشوف حد خالص من حد حتى انا. يا غالية بكرة إن شاء الله ربنا هيعوض عليك. شفتي مين راح؟ راح يا استاذ. معلش بقى، اصلها حاله ولاده. ربنا في عزك يا باشا. الف سلامه على هانا. منور يا حبيبي، على الاقل خلصني بالتحقيق اللي انا واقع فيه. اسمعي، انا هخليهم يظبطوا لك الورق وبكره ان شاء الله هيكون جاهز. نورت. ايه اللي جابك يا محمود؟ ايه المقابله دي؟ يعني ما كانش في بيننا ميعاد؟
ومن امتى بقى الراجل بياخد ميعاد عشان يقابل مراته؟ عيل صغير معاك انا عشان تقولي هكلمك وما تتكلميش؟ ممكن توطي صوتك، احنا في شغل. انت اللي اضطرتيني اجيلك الشغل. انا مش عارف اتكلم النهارده، انا مشغوله جدا. مفيش حاجه اهم من مستقبلنا عشان نستنى عليها، هنتكلموا دلوقتي. اهلا اهلا يا بابا. يعني ما قلتليش حضرتك انك جاي. انا اصل مش جاي لك، انا جاي عايز مالك بالذات. لا مفيش اي حد هنا، حمايه راح الشركه وسلوى ومامتها خرجوا. وبعدين انا بسالك على مالك، هتعمل لي كشف عيله؟ ايه يا بابا في ايه؟ قلقتني. محمود عدى عليها النهارده الصبح وخدها وخرج، وانا خايف يكون حصل بينهم حاجه. لا ما تقلقش، هي بتعرف تتصرف معاه. جوزها مخه بايظ، ده من اول الجواز، من اوله طلبت منه الطلاق، سود عيشتها ودوخها سبع دخات. ليه بابا؟ عمل لها ايه؟ عمل لها ايه؟ ايوه احكي لك عشان تروح تحكي لمراتك. انا برضه يا بابا بحكي لمراتي. انت بالبانه، قصدي مواضيع ما حدش يعرفها غير انا وعبد المجيد وبس. حاضر يا بابا حاضر. اكلم عبد المجيد يمكن تكون راحت له في الشركه ولا حاجه. هو احنا يعني ما ننفعش نتكلم مع بعض غير لما اجي لك المكتب ونتخانق؟ عايز تقول ايه يا محمود؟ يا مالك تعالي نرجع زي الاول بقى، تعالي نهرب من المشاكل ومن ابوكي ومن عمي. كان نفسي بس مش ممكن. طب انت عارفه انا هعمل كل اللي انت عايزاه، هبني لك بيت في المكان اللي انت عايزاه، وهنسافر بره وهعالجك وهنخلف، هعمل كل اللي انت عايزاه. يا مالك في ايه بقى؟ يا ريت يا محمود، يا ريت ظروفنا كانت احسن من كده. مالها ظروفنا يا مالك؟ انا وانت مفيش مشاكل بينا، المشاكل بتحصل بينا وبين الناس. يعني عايزنا نعمل ايه؟ نروح نعيش في جزيره مقطوعه؟ لا محدش قال جزيره مقطوعه برضو، بس يعني امال ايه؟ الناس اللي انت بتتكلم عنهم دولت ابويا وعمك، عمك اللي انت ما تقدرش تهرب منه خالص ولا تقدر تهرب من نفسك. انا نفسي كلها ملك ايديك يا ملك. الكلام ده بقى تقوله لحد تاني، عشان انا عشت معاك وعشرتك، وقولي بقى حدوته غير الحدوته دي. يعني المشكله بقت فيا انا دلوقتي؟ ايوه طبعا، انت السبب، انت السبب اللي خلتني احبك، وانت السبب اللي خلتني اتعلق بيك، وانت اللي خلتني اتجوزك، وانت السبب اللي بيخليني اسيبك. يا ملك حبك وتمسكك بيا ده هو اللي مخليني انا كمان متمسك بيك. بص انا الناس ما اجبرونيش اني احبك، ما اجبرونيش ان انا ابعد عنك، بالعكس انت اللي عملت كده، انت اللي خسرت وخفت من الخساره، انت اللي رجعت لعمك وما كنتش عايزاك تشتغل معاه، وانت كمان اللي كدبت عليا. لا انا ما كدبتش عليك. الله، امال التليفون والعزا والكلام اللي انت قلته لي والتاليفه اللي الفتها لي دي ايه؟ يا حبيبتي مش تاليف ولا حاجه، انا كنت مستني اخرج عشان افهمك، لو كنت قلت لك في ساعتها كنت هتعملي اكتر من كده كمان. عايزه اقول لك حاجه، ان انا ساعه ما اتجوزتك كان عندي ثقه غريبه جدا فيك، وكان عندي امل اني اغيرك، بس دلوقتي لا. يا ملك فكري كويس، انت كده بتخربي بيتك بايدك. انت مش فاهم انا جرالي ايه لما قريت الخبر، زي اي حد في جورنال، حسيت انك انت غدرت بيا، عشان انا مديالك كل الامان اللي في الدنيا، راجل عايشه معاه في حضنه بيغدر بيا بيكذب عليا، ما قدرتش استحمل. بص مفيش فايده، لازم نسيب بعض. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني احنا لو سيبنا بعض دلوقتي بهدوء يمكن بعد كده نرجع لبعض، بس دلوقتي انا ما عنديش ثقه فيك خالص يا محمود، سامحني بقى مش قادر. وازاي تسيبه يخرج معاها؟ لا يا عم جيد، هو خطفها وبعدين دي خرجت معاه مزاجها يا راجل، ثم انا مش من حق ان امنعها عن حاجه زي دي. طب ليه ما قلتليش ساعتها؟ مستني ليه لما تيجي هنا علشان تقول لي؟ يا جماعه صوتكم واصل للشارع، مالكوا في ايه؟ انا وصلت اهو. كنتوا بتعملوا ايه ده كله؟ ابدا يا بابا، بنتكلم وكل واحد فينا متمسك بوجهه نظره. انا متاسف قوي يا حبيبتي، بس انا اضطريت ادي بابا خبر لما لقيتك اتاخرت. انتوا قلقانين عليا كده ليه؟ ده موضوع يا بابا مهم، لازم ناخد وقتنا في الكلام. ما كانش في داعي لاي كلام، ده بني ادم مش امين لا على نفسه ولا عليكي. بابا يا حبيبي، محمود ممكن يكون فيه كل العيوب، بس انا عمري ما حسيت ان انا قلقانه وانا معاه. اتفضل. ما هو واضح يا حبيبتي ان الكلام مش هيجيب فايده، سيبي بابا يتصرف بقى، اصل انت طول ما انت بتقابليه وتقعدي معاه بتديله امل انك هترجعي له. اللي بتعمليه ده نوع من التردد، واخده موقف بعقلك لكن مشاعرك مش موافقه. بابا محمود جوزي ولسه بحبه، وصعب جدا اني اطلب الطلاق بالسهوله دي، وهو ده اللي مخوفني. شوف يا ملك، لما اقولك اذا ما كنتيش قادره تحسم الموقف يبقى ما فيش داعي انك تحملي نفسك فوق طاقتها. ايه ده؟ انت هتنامي ولا ايه؟ لا قاعده شويه، تعالي اقعدي معايا. ها احكي لي عملتي ايه؟ في ايه؟ انت مش كنتي مع محمود؟ انت مين اللي قال؟
يا ستي انجزي وخلصيني، عملتي ايه؟ طلبت الطلاق ورفض. تطلقي ليه؟ ما انت لو اتطلقتي هترجعي لنا تاني هنا. هترجعي لنا تاني هنا مكتئبه يعني، واحنا عايزينك تبقي مبسوطه. ارجعي له ارجعي له، وهو ان شاء الله هيمشي على العادي ما يلخبطوش. لا بقى، مش ده الهدف اللي في دماغي. هدف ايه؟ انت بتلعبي ماتش كوره؟ يا ستي احمد ربنا انه قابلك بعيوبك. عيوبي؟ انا مش عايزه حد يقبلني بعيوبي، انا عايزه كده ابقى كده لوحدي. لا انا اسفه بجد والله حقيقي، المره دي ما اقصدش، لانك فعلا حاسه ان الكلمه كانت عامله زي قلقوسه الدبش كده. قال عيوبك، قال المفروض اقول لك احمدي ربنا انه قابلك ببلاويكي. انت لسانك لازم يتقص منه 36 متر. طلقها يا محمود، طلقها وانا جوزك ست ستان، هجوزك فرسه ولاده، انتاجها مضمون وعلى الفرازه. جواز ايه بس دلوقتي يا عم؟ اسمع كلامي ووصل نفسك، ما تعب الدنيا يا حوده، جوز لك واحده تخلف عيل يشيل اسمك. انا مش مصدق ان هي بتشتكيني لابوها. هم صف الحريم كده قدرين يا جدع. طلقها، اشتري دماغك وطلقها. لا مش قبل ما اعرفها ازاي تعاملني بالاسلوب ده. فهمت انت صح، اذا كنت ناوي تضربها عشان تعلمها الادب انا معاك. حاكم الرزاق لازم تقول حقي برقبتي قبل ما تشوف ورقتها. عمي هو انا كنت بفكر اديها فرصه ثانيه، جايز يكون ابوها بيصطاد في المال عكره ولا حاجه. فرصه ايه بس يا حول؟ الحكايه باينه زي الشمس اهي. ومع ذلك يا ابني ماشي كلمها يا حول كلمها، بس ساعه ما تنوي وتعلن الحرب يمين بالله لا خليها هي وابوها يلفوا حوالين نفسهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي انت عامله في نفسك ده حسن. الحمد لله الذي هدانا وارشدنا الى طريق الصواب. بس مش عارف تحفظ الكلمتين دول. كويس انك شفته قبل ما يسافر. ليه راح فين؟ جوله كده في الدول العربيه. ما هو بدل فلوس المصريين اللي هناك ما هي نايمه في البنوك والعياذ بالله، نستغلها احنا وكله يبات متعشي. ها؟ بتهربي مني ليه يا مالك؟ انت بتطاردني ليه يا محمود؟ بطاردك؟ دلوقتي بقى اسمها بطاردك؟ ما قصدتش، حقك عليا، بس يعني انت عايز تتكلم في ايه؟ مصمم على ايه؟ يعني ايه يعني؟ هتسيبيني عشان خاطر الناس؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة قبل كده ومفيش حل ليه. بقى انت تخضري بيا؟ عايزة تطلعي يا مالك؟ وطي صوتك، الناس بتتفرج علينا. انا ما يهمنيش حد، خليهم يتفرجوا. انت بتعملي فيا ايه؟ انت جننت يا محمود؟ وانت لسه شفت جنان؟ انا هوريكي جنان اللي على قصر. مش هقعد معاك دقيقة واحدة. وأنا مش هسيبك، هطلع لك في كل حتة وفي كل مكان، وبيخلي بقى أبوك ينفعك. باباكي لازم يعرف منك أنت، لأن ممكن حد من اللي شافه اللي حصل ده يروح يسبق ويحكي له. ليه محمود بيدمر علاقتنا؟ ليه؟ أنا مش فاهمة. للأسف معظم الرجالة في مجتمعاتنا الشرقية مستحيل يتقبلوا إن فكرة الست هي اللي تطلب الطلاق. مش مصدقة إن محمود عمل فيا كده النهاردة، مش مصدقة. أنا كمان مصدومة جدا، ما كنتش متصوره انه ممكن يتعامل معاكي بالشكل ده. ملك، ايوه. ايه اللي حصل في النادي النهارده؟ حضرتك لحقت تعرف؟ انا بس اللي عرفت. بابا محمود أول مرة يعمل معايا كده، ما كانش كده خالص. جوزك طول عمره كده، وأنا وعمك فريد حذرناكي، لكن مفيش فايدة. اللي في دماغك عملتيه ولا كأننا قلنا لك حاجة. اللي شفته منه غير كده يا بابا، أنا ما كنتش عارف. اللي ما يعرفش يسأل، يسمع كلام اللي أكبر منه، يستفيد من خبرته. ألو معلش، الكلام ده بقى وخري أوي. أنت من هنا ورايح ما تتصليش بيه بالتليفون. مفهوم ولا لا؟ وأمن مصنعك هياخد أوامر بعدم دخوله، أنا اللي هنبه عليهم بكده. يا بابا الحكاية ملهاش دعوة لا بالتليفون ولا بالمصنع ولا بأي حاجة. معلش، أنا وعمك هنبقى نوصلك، ولا أجيب لك بودي جاردات يحرسوك زي سعيد الشاطر. إيه بابا؟ هو أنا همشي بحراسة؟ اللي يغلط غلطة يتحمل مسؤوليتها. اتفضلي دلوقتي كلميه بالتليفون قدامي، تطلبي منه الطلاق، وبعد كده انا اللي هتصرف معاه. بابا من فضلك خليني انا اللي احل الموضوع دهوت،
أوعدك إن يا حلو أنا مش عايزاك تتدخل فيه. يعني إيه ما تتدخلش فيه؟ أنت خايفة تكسري بخاطره قدامي ولا إيه؟ لا يا بابا، هو عنادي ومش عايزاه يعني زيادة لما حضرتك تتدخل في الموضوع. أرجوك. ألف بقى شر عليك يا غالي، ألف بقى شر عليك يا ابني يا حبيبي. اجري يا فتحي بسرعة، ادري الدكتور قول له محمود فاق. حاضر يا خال، الحمد لله أنها جت على قد كده. سلامتك يا محمود. الحمد لله الحمد لله يا محمود، الحمد لله ربنا عالم بحالنا، ستر وسلم ونجاك منها يا حبيبي. مالك؟ فين مالك؟ مالك إيه بس اللي بتسأل عليها دلوقتي؟ مش كفايه اللي جرالك ده كله بسببها؟ عايز اشوفها، لو جت ما تمنعوهاش يا عمي. يعني تفتكر يا محمود بالعقل كده اللي عملت ده كله عشان تتطلق ممكن تسال عليك؟ هتسال، انا عارف انها جايه. طيب حاضر يا حبيبي، المهم بس خليك في صحتك وطمنا عليك. الحمد لله يا عمي. اتأخرتي كده ليه؟ أي حد، أنا مش موجود، قفلي بابا وراكي. حاضر. اتأخرتي ليه؟ عملتلك إيه؟ أنتي راكتك في آخر الدنيا. قولي لي، عرفتي أي حاجة؟ أيوه عرفت. عمو نقل المستشفى خالص، وعملوا له عملية تانية، والحمد لله الحمد لله بيقولوا إن حالته مستقرة. مستشفى إيه؟ بتسألي ليه؟ ناوية تروحي له ولا إيه؟ آه هروح له، المفروض إني أروح له. بعد كل اللي حصل بينكوا؟ آه بعد كل اللي حصل بينا. اللي حصل بينا ملوش دعوة بالمرض. وانا لو عملت حادثه بكره الصبح هو اول واحد هيكون جنبي. بعد الشر يا حبيبتي، انا بس خايفه ان مروحك ليه ولا زيارتك ليه هتتفسر بحاجه تانية. لا مفيش اي حد هيفسر كده، وبعدين هو عارف ان انا ست صح. طب وباباكي؟ هي بقى دي المشكله الكبيره. قلتي له؟ لا مش هقدر اقول له، واذا قلت له هيرفض ومش عايزاه يحس اني بعمل حاجه غصب عنه. ملوكه ملك، شكلك كده يا روح قلبي بتحبي محمود، صح ولا لا؟ طبعا مش عارفة أعمل إيه. هاي أم الملك فين؟ إيه اللي خلاها تمشي بدري؟ معلش راحت فين؟ أول ما تيجي تتصل بيها على طول. هعمل إيه دلوقتي يا بابا؟ فاق ولا لسه بيخطرف باسمها؟ فاق، بس أول ما فاق سأل عليها. أكيد سحرها ولا عمله عمل؟ عمل إيه أنت الأخرى؟ هما دول بتوع الحاجات دي. وغلاوتك يا بابا ما بتيجي غير من دول، اللي زي دي تعرف الكفت. طب اسكتي اسكتي. إيه اللي أنتوا جايبينه ده؟ ده بقى شوية محشي على دكرين بط، معاهم بقى اسم الله على مقامك شوية كفتة. بط إيه ومحشي إيه؟ أنتوا جايين لعريس يوم الصباحية؟ ده إيه الفضائح بتاعتكوا دي؟ يا ولادي المفاجيع. اهلا يا بنتي اكابر. انت جايه هنا تعملي ايه؟ انت مش خلاص طلبتي الطلاق؟ يقتلوا القاتل ويمشوا في جنازته. عيب عيب يا بنات، هي هتنصرف لوحدها. انصرفي انصرفي. هشوف جوزي غصبا عنك. عايزه منه ايه تاني؟ مش كفايه اللي جراله بسببك؟ بسببي انا؟ بسببك انت اللي انت شديت عليه جامد عشان يرضى يطلقك. الواد يا ولد ده خرج من عندي مش شايف قدامه. على ايه؟ فيها ايه زياده عن بقيه الستات؟ مش بقولك سحراله انا احلى منها يا اختي. اتنيلي كمان، نظرك ضعيف. راحه فين بس هي؟ عافيه والنبي اما تلميتيش ومشيتي منسوجات لجرجرك بره المستشفى وعرفك مقامك. بقولك ايه، انت والبقرتين اللي بينعروا معاك دول
هخش اشوف جوزي غصب عنك، واذا ما كانش هجيب البوليس. لا بقى، ده معاش ولا كان يجي حد عندنا ويهددنا. ها وانا كمان ما بتهددش. ها صعب عليك ان هو يعيش نظيف ومحترم؟ مش قادر تستحمل؟ انا لا انا. شفته ده كان رؤيا ولا كابوس ولا تخاريف بينك؟ هي حاجة عجيبة. اسأل. سألت شيخ وسألت دكتور نفساني، والغريب ان هم اتفقوا عليا. قالوا لك ايه؟ قالوا لي ان فطرتي لسه سليمة وان معدني لسه طيب، وان الخضة اللي اتخضيتها ساعة الحادثة دي هي اللي حركت خوفي ورعبي من الذنوب اللي عملتها. محمود انت محظوظ، لحظة الموت دي اهم لحظة في حياتنا، لما بنعيشها بنعرف الحياه قيمتها ايه ولا تساوي اي حاجه. صح، ما تستاهلش ان الواحد يأذي نفسه او غيره لاي سبب من الاسباب. دلوقتي لما بقيت بشوف اللي الناس بيعملوه في بعض بقعد اضحك. قول لي يا محمود انت ناوي على ايه؟ انا عملت ذنوب كتير قوي يا ملك، حتى اقرب الناس ليا ما رحمتهمش. غيرك عمل اكتر منك وتاب. انا مستغربه على اللي حصل لك، بس متهيألي ان ربنا بيديلك فرصة كبيرة قوي. وانت يا ملك مش ناوي تديني فرصة تانية؟ انا اسف، انا ما اقصدش الاح عليكي، بس يعني هو الكلام جنب بعضه. ايه قولي ايه اللي جابك؟ انا جاي اتفق معاك على ميعاد نروح فيه للمأذون. معقولة تقوم وانت تعبان كده وتدب المشوار ده كله على كلمتين كان ممكن تقولهم لي في التليفون؟ ولو لسه عايزه المصنع انا شايلهولي كمانك، ما بعتوش. شكرا، هكلم المحامي بتاعي وخليه يشوف الاجراءات اللازمه، بس لازم نتفق على الفلوس الاول. انا هاخد منك فلوس برضه يا ملك؟ انا مضيت على اوراق البيع، اعتبريه مؤخر صداق. مش ممكن اقبل حاجه زي دي. مالك انا مش هلاح عليكي، يعني لا تفتكر ان هي سكه برجعك بيها. ادفعي اللي انت عايزاه وقت ما انت عايزه، انت عندك رقم حسابي في البنك. ده انت تجري ورايا في النادي وتزعق لي قدام الناس؟ انا برضو ما استوعبتش فكره ان انت تبعد عني. طب انت كنت منتظر مني ايه بعد اللي قالته يا كذاب يا اللي بتقول انك انت رايح العزاء؟ عندك حق، حقك عليا. واحدة غيري ما كانتش رجعت لك أبدا. ليه يعني؟ هو أنا حبيت واحدة غيرك؟ ده أنا كنت قتلتك، هي سايبة. ما بصراحة أنت كمان غلطانة. أنا غلطانة؟ أه. ليه؟ لو كنت وقفتي لي وأنا بعمل الشركة مع عمي ما كانش ده حصل. يا ضلال يا مفتري، ده أنا رقصتلك. أي نعم انبسطت وانشجعت شوية وأنا برقص، بس رقصتلك. صدقني أنا كنت ناسي حكاية الرقص دي خالص. لا ما تنساهاش عشان دي مرة في التاريخ. لما نشوف؟ لما أنت تشوف النجوم في عز الظهر مش هرقص تاني. والله بقى بين البايع والشاري يفتح الله. نعم، يعني ايه الكلام؟ نتفق الاول. نتفق على ايه؟ على ده. ايه ده؟ ده بقى يا ستي جواب من مستشفى بره مصر، بعت لهم حالتك والتحاليل بتاعتك وردوا عليا. عملت كده امتى؟ الشهرين اللي انت كنت عماله تطلعي عيني فيهم. طب جبت الاشعه والتحاليل بتوعي منين؟ يا حبيبتي ما انت كنت ناسيهم في البيت، وبعدين جبت تقرير مفصل عن حالتك. المستشفى اللي انا كنت فيها؟ اه، فيها ايه دي؟ لا ما فيهاش حاجه، بس دي مفاجاه حلوه. على فكره فاكره بنات عمي؟ بنات عمي ما يتنسوش، هم دولت يتنسوا ابدا. انا خليتهم يسيبوا العماره، والشقه اللي احنا اتجوزنا فيها لسه موجوده لحد دلوقتي، مالكيش حاجه اهو. طب وانت ايه اللي ضمنك قوي ان انا يعني كنت هرجع لك؟ احساسي، انا كنت متاكد ان احنا مش هنسيب بعض ابدا. ان شاء الله عمرنا ما نتحرم من بعض. Thank you.
ايه مالك؟ خايفه ومرعوبه. من ايه بس؟ ما هو لو ما كانش في امل ما كانوش قالوا لنا نيجي هنا. مش ده نفس كلام الدكتوره في مصر؟ اه. طب امال ايه بقى؟ عارفه بقى، انا كمان مستعجل وعايز اخلف منك. لو كان في فرصه ان احنا نعمل انابيب ولا تلقيح صناعي نعمل على طول. دكتور مصطفى بوزطعم. ميرسي. اتفضل. انت عارف اكتر حاجه مضحكاني ايه؟ ايه؟ لفينا الدنيا وجينا برضو لدكتور مصري. اه بس ده من احسن الدكاتره على مستوى العالم. ما هو طبعا احسن دكاتره. يلا. بالراحه 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 يا محمود. ما تخافيش كده، ده انا ما شلت عيال. انا بخاف قوي اشيلهم لاني بخاف اوجعهم. بالراحه. انت بس اللي رقيقه شويه. الحمد لله يا ربي الحمد لله، مش مصدقه نفسي. تعرف انا كنت عامله نفسي جامده وان انا مش عايزه عيال، بس انا كنت هموت نفسي في عيل واحد بس. اهو ربنا بعت لك بدل عيل اتنين. الحمد لله يا ربي، بسم الله ما شاء الله. انت عارف انا زمان كنت بزعل من سلوى وطنط ناهد، بس طلع عندهم حق، انا خايف عليهم قوي. من ايه يا حبيبتي؟ خايف عليهم من العين ومن الحسد ومن الناس ومن كل حاجه. لا ما تخافيش، ان شاء الله هيبقوا احسن عيال في الدنيا. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بس بقول لك ايه، انا مش عايز اسمي الواد عبد المجيد. خلاص، ولا البنت ملك. ليه يا حبيبي؟ لا بقى هي سيره ملك ملك. لا كفايه. طب خلاص، ايه رايك نسمي البنت على اسم امي؟ اه تصدق انا ما اعرفش اسم امك ايه؟ ده انا مراتك وما اعرفش اسم امك ايه. امي اسمها زكيه. بتهزر بقى؟ والله العظيم اسمها كده. لا مش هسمي بنتي زكيه. طب خلاص، تعالي نسميها ايه مثلا؟ امل. حلو، اوعى تكون حبيت واحده اسمها امل. انا عمري. بقول لك ايه، هنعمل ايه في الواد؟ تيجي نسميه على اسم الدكتور مصطفى اللي والدك ده؟ انا بحبه قوي بس مش عايز اسميه مصطفى، انا بحب اسم علي. علي علي، اوعى تكوني حبيت حد اسمه علي. انا ما حبيتش الا محمود. اخصى عليك يا ملك. ايه مبروك يا ملك. الله يبارك فيك يا طن. الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. مبروك يا محمود. الله يخليك يا طن. ازيك؟ مبروك. ايه العمله اللي انت عملتيها دي؟ انت سبتي ولادي من غير ما تستنيني عشان اقعد معاكي، هو انا مش اختك برضو؟ على فكره صوتك عالي قوي والعيال نايمه. وطي صوتك وطي صوتك. حبيبي بيضحك على ايه وهو بيقرا؟ برلمان النساء، مش عارف ليه كل ما اقراها بفتكرك. يعني انفع انا كمان اكون في البرلمان؟ اذا كان عمي شايف ان انا انفع. بلاش بقى السيره دي، ويلا بينا نقوم نتعشى. ايه ده؟ هو انت بقيتي بتطبخي دلوقتي؟ عامله لك حته اكله النهارده تحفه. ربنا يستر. قولي لي بقى عامله لنا ايه؟ حمام محشي ولا رز معمر؟ لا ولا ده ولا ده، عامله لك ام علي. تاكل ام علي من ايد ام علي؟ ده انا بموت في ام علي. هو انت اتاخرتي ليه الصبح؟ رحت حته تانية غير مدرسه الولاد؟ اه يا حبيبي، فوت على عمو فريد. فريد بيه؟ ليه؟ يتوسط بيني وبين بابا شويه. تاني يا ملك، احنا مش خلصنا بقى من موضوع الشغل ده. يا حبيبي انا عملت اللي احنا متفقين عليه، انا هنزل مع الولاد الصبح وارجع معاهم بعد الظهر، ولو في شغل زياده هجيبه هنا واشتغل قدامك واخلص شغلي بالتليفون. طب ليه يا حبيبتي وجع الدماغ ده؟ ما احنا مرتاحين. انت بس ليه عايز تمنعني يا محمود؟ وايه اللي يخليكي تشتغلي اصلا؟ حبيبي انا بحب الشغل، انا ما اعرفش اعيش كده، ما ينفعش اكون ست بيت بس، لازم اشتغل، احس ان بعمل حاجه في حياتي. والله ستات غيرك يتمنوا القعده دي. ايوه ستات غيري، بس انا كمان مش عايزاك تزهق مني ابقى في وشك ليل نهار. بقى انا زهق منك برضو. وبعدين دي ست بتقول وحشني وانت قصاد عيني. انا بموت في الست وبحب كلام الست، بس الزمن ده ما ينفعش فيه الكلام ده. يا حبيبتي انا خايف عليكي والله، شغل يعني صراعات، يعني ضرب تحت الحزام، يعني خيانه من اقرب الناس ليكي. حبيبتي احنا عايشين في زمن ما فيهوش اي مبادئ. ايوه يا حبيبي، كل زمن ليه مشاكله وليه عيوبه، وبعدين لو كل الناس فكرت زيك محدش هيخرج من بيته. يا حبيبتي ايه اللي يخلينا نوجع دماغنا؟ ليه نروح للشر تاني برجلينا؟ انا ما بخافش من حد يا محمود، انا ربنا معايا. ملك
احنا زمان كنا هنضيع من بعض بسبب شغلي، مش عايزين بقى نضيع المره دي بسبب شغلك انت. شغلك انت وسعيد الشاطر ده ما كانش شغل، شغلي انا وبابا ده شغل. يلا ناكل ام علي. جمالك ده خرابي. يلا اخد لكم صوره وانا معاهم. يلا الله تجنن. انت عارفه ان انا عندي صوره وانا قدهم كده. انا سيري هو ماني هاني من الاوتوبيس المدرسي. احنا مش عايزين نروح، انتوا هتسيبونا لوحدينا. ما تخافيش يا حبيبتي، الاوتوبيس اللي هيوديك وهو اللي هيجيبك وهتلاقوا بابي مستنيكم. اوعوا تتشاقوا. لا خليهم يتشاقوا. مالك اول يوم ده بيبقى صعب قوي. يعني هنعمل ايه؟ مش هنوديهم المدرسه؟ ما احنا رحنا المدارس واستحملنا. يستحملوا زينا. مودي وحش، انا هكسر المدرسه دي خالص. وانا هكسرها معاك. يا باشا هو يكون حد خد باله من حاجه؟ هو حد فضيلي؟ ده انا سايباهم ضحك ولعب واخر انسجام العيله وعيله العيله عندها. يتلموا في عزاها ان شاء الله. جبت الامانه؟ اه نقطه واحده من دي كفايه. مفيش حاجة حبان على جدتها ولا الهوى. ايه يا ولية دي جاية لها من بره مخصوص على اسمها. اكيد اكيد. ايه يا ولية انت هتخوفيني منك؟ الا اكيد اكيد. اصلها شابة صغيرة ولو جرالها حاجة لازم يدقق. ما يدققوا يا اختي، دكتور الصحة بتاعنا والبلد بلدنا نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه. ها يسمع منك يا باشا، نفسي اغمض عين وافتح عين والاقي السم في جوفها. خدمتها سنين برموش عينيا والاخر تودي ابن اللومان. ده غير الالوف اللي طيرتها عليكم. بس انا بقى مش هحرمك من ايها حاجه. امسكي خد المبلغ ده دلوقتي، بس خبيه من جوزك الفقري. بعدين شرفه ينقع عليه. اللي خلاني خدرتها ده كله مش هقدر على رضوان. الدنا غالي يا باشا، ولولا غلاوتك عندي انا كنت وجعتها في عيل من عيالنا. لا لا عيالنا لا، ياكي تبسي شعر من شعر عيالها. فاهمه؟ صح صاحي معايا وفوقي وشوف انا عاوز ايه بالظبط احسن لك. اني فهماك يا باشا، استنى ساعه البيه فيها مش موجود والعيال واكلين وشبعانين. صح كده ابتديت تفهمي. بس بقى اللي اقوله شرط اخره نور، نتفق على كل حاجه. لو الحكايه مشيت تمام ومظبوط وصح الصح للاخر، ليك عندي مبلغ زي اللي في ايدك ده وفوق منه فدانين طين. انما يا اختي لو بعبعت في الكلام وخرفتي ونطقت كلمه. ما تعتلش همي، انا ست كبيره واللي فاضل مش كتير. مادام حقي هيوصل لعيالي عمري عمري ما هنطق بكلمه. الو اي رامز، يعني كلمتيه؟ طب كويس قوي. وقال لك ايه؟ لسه هيفكر. المهم قدرت تاثري عليه؟ ابتدى يقتنع؟ طيب طيب انا هبقى اعدي عليه بالليل واكلمه تاني. انت مستعجله قوي ليه كده؟ مالك بتعملي ايه عندك؟
معقول بتعملي اكل؟ ده انت عمرك ما دخلت المطبخ. حاضر يا رامز، حاضر. اوكي، باي باي. ايه يا ام فاكر انت مش سامعاني ولا بندهلك بقالي ساعه؟ وهو الشغل بيخلص يا ست هانم؟ وديتي الغدا لمحمود دي؟ يو من بدري. طب سيبي اللي في ايدك وحضري لنا حاجات ساقعه يلا عشان انا نسيت. حاضر. دي مولعه. والحاجه الساقعه تدوقي بقى خيرك علينا. مامي مامي ممكن تديني منها؟ طبعا يا حبيبي بس انتي حرقة قوي. حرقة؟ حرقة؟ حرقة، ان شاء الله وكلتيها يتحرق بقي. ولد ما تقولش كده لاختك عيب. ما تزعلوش. يا سلام استفلي انتي واخوكي. خدي بالك منهم، انا مخلياكي تبطلي شغل البيت عشان كده. يا ست هانم دول تعبوا، اما محدش يقدر يتدخل بناتهم. كلي انتي بس كلي. سلام يا باشا. السلام عليكم. ريحة الأكل جايبة أحلى العزبة. يا حبيبي تعالى. عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت عاملة لنا إيه؟ بيتزا. يا عيني عليك، ولاد إيه؟ الناس برضه. يلا حبيبي اتفضل. دوق. ريحتها حلوة أوي. ده إحنا باعتين له الأكل في الغيط. طب وماله ما ياكل بألف هنا وشفا. إيه يا ست أنت هتعدي عليا الأكل ولا إيه؟ لا يا بيه انا خايفه عليك بس لحسن بطنك توجعك. انت ما اكلتيش كولي. انت هتعدي عليا الاكل وتبصي لي فيه كمان؟ اجري اعملي شاي يلا. حاضر. يلا. حاضر يا بيه. حاضر حاضر اللي تؤمر بيه. وهاتي البيتزا الثانيه بقى وانت جاي. حاضر. خلينا في موضوعنا. عايز اسالك على حاجه. انت لسه زعلان مني؟ انا زعلان منك برضه. ما استاذنش يا حبيبتي. حبيب قلبي انا. خش عليا بس الاول. طيب بس عايزه اقول لك حاجه. قولي. انا حسيت ان انا زودتها معاك في حكايه عمل. والله العظيم هجيب لك سيرته تاني. حقك عليا. انا بحبك يا عمك. ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك انت ليا. ما اتحرمش منك ابدا. انا بحب، انا عايز اكل. اياد مالك مرعوب كده؟ ده سؤال برضو يا خال. اثبت اثبت. اياد بعيد وايدينا انضف من الصيني بعد غسيله. ازاي بس يا خال؟ ده اي ضابط صغير ممكن يوصل لأم فكري. ياد واحنا مالنا؟ واحدة بتاخد طرها من الناس اللي حبسوا ابنها، احنا ذنبنا ايه؟ يعني مش ممكن تتكلم؟ لا ولا بعد 100 سنة. طب ومحمود؟ هو السبب، هو السبب. كان لازم يحل المشكلة، يكبر عمه، يعمل حسابه ويحل المشكلة ودي، أو على الأقل يعفي أم فكري من الخدمة في بيته. بس ست الهانم هي اللي قعدتها عملت لي فيها القلب الحنين. أنت أعصابك حديد يا خال. يوه يا ما دقت على راس طبول يا ابني. هتيجي إيه دي في الأبلاغ؟ هات يا. مش كنا بطلناها دي؟ النهارده فاكانس، النهارده العيد القومي لسعيد الشاطر وشركاه. اجري اه، هات لي التسجيل من جوه وهات معاه شريط الست. غدا القاك. انت فاكر لما كنا سايبين بعض؟ احلى حاجه فيك انك بتفتحي نفسي على الاكل. ايه الكلام ده؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه وكل لما اجي اقولها لك انسى. ايه؟ انت مصاحبه واحده في الابتدائيه و ها؟ لا طبعا. طب هاتي. جالي وقت ما كنتش عايزه اشوفك خالص. اي كلام طبعا، ما تقدريش. ما انا اكتشفت اني ما اقدرش، كنت حاسه اني هرجع لك. يا حبيبتي ده قدر. انا وانت كان لازم نعيش مع بعض ونحب بعض عشان اعرف واتاكد ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا اقدر اعيش من غيرك، ولا يمكن اكون يا راجل تاني. حبيبي. مالك يا ست في ايه؟ الجو ده مالها دي النهارده مش طبيعيه. الله مالها؟
مالك يا حبيبي فيك ايه؟ مش عارف بس عايز ارجع. نهار اسود. طب اطلب لك دكتور ولا حاجه؟ يمكن اكل. ايه؟ ايه يا محمود مالك؟ لا فيك حاجه مش طبيعيه يا حبيبي. لا خلاص بس ما اعرفش ليه كده. ايه يا حبيبي؟ عندي تنميل في جسمي جامد. طب محمود تعالى اطلب لك دكتور يا حبيبي. لا ما ينفعش كده. محمود 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 محمود. عارف احنا هنطلع اجدع منه. هنقف جنبه نواسيه ونصبره. ها كلها ان شاء الله سنه ولا اتنين وهينسى. ساعتها بقى نجوزه بمعرفتنا وكل حاجه ترجع زي ما كان. ربنا يسهل بس واللي حصل ده يعدي على خير. هيعدي يا اخي. ما تفوانيش انت راخر وطل السجاير من دماغي. هيعدي. ها ساعتها بقى هتتفرج على ابوها الاتم وهو واقف شاكك ان بنته اتقتلت ومش قادر يعمل حاجه. طول عمري بتعلم منك يا خير. الحقنا يا حد سعيد. استلم البشاره وصلت. ها الحق المصيبه يا حاج سعيد. مصيبه ايه يا ريت؟ حد غيراله حاجه؟ محمود ماتش انت. ايه؟ لا انت بتقول ايه يا جوز الغراب انت؟ دي مراته جرى لها حاجه؟ مراته عايشه. محمود بيهو اللي مات. محمود محمود رد علي يا ابن مراني. يا محمود انا عمك حبيبك. انت فين يا محمود؟ رد علي يا ابن الغالي. رد علي يا ابن الغالي. محمود محمود فين؟ نفسك ده محمود فين؟ يا خالي اهدى عشان خلاص تيجي تعالى اركب معايا العربيه. لا سيبني سيبوني في حالي. محدش ليه عربيه. سيبوني في حالي. محمود راح. يا خالي اهدى محمود محمود. يا سلوى استني يا سلوى. مش كده يا بنتي استني. ما تقوليلوش على طول كده. تقولي مالكوا نازلين كده ليه؟ اصل يا بابا ملك اتصلت من المزرعه و ملك؟ مالها ملك؟ ما تخافش يا عبد المجيد ملك بخير اطمن. لكن لكن ايه؟ ما تتكلمي حصل ايه؟ محمود محمود رد علي يا غالي. رد علي يا عبد الغالي. محمود لا يا محمود لا لا ما تمشينيش بقيت عمري ضاري مقطوب عليك يا محمود. لا لا يا محمود رد علي يا غالي يا ابن غالي. لا ما تموتش وانت شايل مني يا محمود. ما تموتش وانت شايل مني يا محمود. الحاج هانم الحاج فتحي ده واخد العيال وعمالين يجيبوا مالك انت واخدهم يعني ايه؟ راح على فين يا بنت الاكابر؟ مش كفايه اللي انت عملته؟ مش كفايه اللي احنا فيه؟ عايز تاخد ولادي وتوديهم على فين؟ اوعى من طريق طريق خلاص طريق بقى سد يا اختي وعمرك انتهى بعد موت ابن اخويا فاهمه؟ اوعى علي امل علي علي هنا. راح على فين انت؟ انت عايز مننا ايه؟ ما كفايه اللي حصل. انت لسه شفتي حاجه؟ اخويا مات ازاي؟ ابن اخويا مات في عز شبابه والموتة اللي ماتها دي ما تخلش عليا ابدا. هو الموت لسن يا باشا العمار بيد الله. ابن اخويا مات ازاي؟ طيب روح اتكلموا كلكم والا خصم العظمة هضربكم بالنار وانتي اولهم. احنا بنلاقي بس يا باشا ده كان بيضحك وزي الفل والهانم كانت بتاكله بايدها. بتاكله بايه؟ بايدها وهي بنفسها اللي عاملة الأكل. عملت كده ليه؟ انت كل ده عشان تنزل لي عن بقية فلوسه اللي كانت عندي؟ ما انت عندك كتير قوي يا اختي. انت بتقول ايه؟ انت جننت؟ احنا سمعناهم ليلة امبارح هما بيتحكوا لنفس السبب ده يا باشا. اخلص انا قتل محمود انا طخها يا باشا. لا لا رجلي زي ايديك
لازم تتفضح وتتجرس في البلد كلها، لازم الدنيا كلها تعرف ان هي اللي قتلته. مين اللي قالك ان انا اللي قتلته؟ ازاي عرفت ان انا اللي قتلته؟ طول عمرك بتخطط. اتهد بقى، اتهد يا شيخ، حرام عليك اتهد. بكره كل حاجه هتبان يا اختي، وانا لا يمكن هيهتلي بالي، ولا هاخد في ابن اخويا عزب الا لما اشوفك متعلقه على حبل المشناه، فاهمه يا اختي؟ الوليه دي ما تخرجش من هنا، امسكوها، ومحدش فيكم يلمس اي حاجه قبل ما توصل الحكومه.